بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحلقة بعنوان إشاعات إشاعات إشاعات، حاجات كتيرة جدا 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 وإشاعات كتيرة جدا جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم. ولكن قبل ما أبدأ في قصة الإشاعات دي، لأن الإشاعات دي أو هي تسريبات زي ما أنتوا عايزين تقولوا قولوا، ولكن خليني أبدأ مع حضراتكم بسؤال مهم قوي، سؤال الأهلوية أو معظم الأهلوية عارفين إجابته، معظم الأهلوية عارفين إجابته، ولكن من لا يشجع النادي الأهلي محتاجين إن هم يفهموا ويعرفوا إجابته. عندما يتخذ النادي الأهلي قرار، عندما يتخذ النادي الأهلي قرار عمره ما بيرجع فيه. بمعنى إيه؟ بمعنى قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، وعندما أصدر النادي الأهلي بيان وقال فيه، أنا هقول لكم طبعا معنى الكلام اللي اتقال في البيان اللي قاله النادي الأهلي. النادي الأهلي أصدر بيان قال فيه أنه مش هيلعب بقية مباريات الدوري العام إذا اتلعبت بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية. خلاص تمام، النادي الأهلي أصدر بيان بهذا الشكل وبهذا الموضوع. كل من لا يشجع النادي الأهلي اليومين دول بيتاجر بهذا الموضوع وبيتكلم في هذا الموضوع، ولكن للأسف الشديد هم مش عارفين النادي الأهلي، ومش عارفين إن النادي الأهلي دائما ما يعتمد على حاجتين: الأمن القومي للبلد ده أولا، ثانيا النادي الأهلي نادي مؤسسي. نادي مؤسسي يعني إيه؟ يعني لما بتحصل مشكلة مش بيطلع رئيس مجلس الإدارة يتكلم يقولك إيه أنا هعمل كذا وكذا وكذا، ما عندناش الكلام ده إحنا في النادي الأهلي، ما عندناش الكلام ده خالص. ولكن اللي بيحصل إيه؟ بيكون هناك اجتماع مع اللجان المتخصصة في هذه الأمور، سواء لجنة قانونية أو لجنة أي لجنة من اللجان اللي موجودة داخل النادي الأهلي، وبعدما يتم الاجتماع مع اللجنة القانونية بيحصل إيه؟ بيصدر النادي الأهلي بيان بما توافق عليه الجميع داخل مؤسسة النادي الأهلي. فمن لا يشجع النادي الأهلي طالعين يقولوا لك إيه؟ أصل النادي الأهلي طلع قبل كده قال بيان ورجع في كلامه. طيب خليني أقول لحضراتكم نقطتين بس، حاجة كده بسيطة تحطها في وش أي حد. خليني أكون لبق جدا في كلامي النهاردة. الحاجة الأولى إن النادي الأهلي استكمل الدوري العام المصري في السنة الماضية وفاز به حفاظا على الأمن القومي المصري. ليه؟ كنا لسه خارجين من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والشعب المصري اللي معظمه أهلاوية، 70-80 مليون أهلاوي، كان عندهم حالة إحباط شديدة جدا من خروج المنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الأفريقية. وبالتالي النادي الأهلي دوره الوطني، دوره الوطني في ذلك الوقت أو في الوقت ده تحديدا، اختار إن هو لا يفضل مصلحة البلد على المصالح الشخصية أو المصالح، مصلحة النادي، مصلحة البلد الأول وبعد كده مصلحة النادي. ففضل النادي الأهلي مصلحة البلد وقال هكمل الدوري عشان خاطر جمهور النادي الأهلي، عشان خاطر الجمهور المصري طبعا، عشان خاطر جمهور النادي الأهلي في ذلك الوقت اللي الشعب المصري بالكامل كان محبط جدا من خروج المنتخب الوطني من البطولة الأفريقية بعد هذا التنظيم الرائع اللي عملته الدولة في ذلك الوقت. طيب ده بالنسبة للدور الوطني، ولكن هو إيه اللي وصل النادي الأهلي إن هو يصدر بيان أو يصدر بيان قبل بداية كأس الأمم الأفريقية يقول فيه إن هو لن يستكمل الدوري بهذا الشكل؟ مين اللي خلى النادي الأهلي يعمل كده؟ الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد المصري السابق لكرة القدم هو اللي خلى النادي الأهلي يصدر هذا البيان، أو يعني الأشياء الخاطئة اللي بيعملها الاتحاد المصري السابق لكرة القدم هي اللي خلت النادي الأهلي إن هو يصدر هذا البيان. هو إيه اللي حصل بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية؟ حد يقول لي كده؟ إيه اللي حصل بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية؟ استقالة أو تمت إقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالة، خلينا نقول استقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، وبالتالي انتفى السبب اللي كان النادي الأهلي بيصدر بيانه عشان إن الاتحاد المصري السابق لكرة القدم
كان دايما بيعمل كده، كان دايما واقف ضد النادي الاهلي في امور كثيره جدا، مش عارفين ليه الحقيقه. وبعد نهايه كاس الامم الافريقيه خلاص استقال الاتحاد ده، وبالتالي انتفى السبب. فاصبح هناك حاجتين مهمين جدا، الوازع الوطني للنادي الاهلي او الدور الوطني للنادي الاهلي اللي دايما بيعمله، واحباط الشعب المصري بعد خروج منتخبنا الوطني بهذا الشكل من هذه البطوله المنظمه بافضل الطرق. ده بالنسبه للدور الوطني اللي بيعمله النادي الاهلي. تاني حاجه ان خلاص السبب الرئيسي في الموضوع ده هو ان الاتحاد المصري السابق ادار مسابقه الدوري بشكل فاشل. خلاص الاتحاد المصري ده انتهى ومشي، وبالتالي استكمل النادي الاهلي بقيه الدوري او بقيه الدوري بهذا الشكل. فزنا بالدوري. طيب قبل بس ما يصدر النادي الاهلي بيان، ايه اللي حصل؟ زي ما قلت لكم النادي الاهلي نادي مؤسسه يعني في لجان، مجلس الاداره، كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته جم قعدوا استدعوا اللجنه القانونيه في ذلك الوقت وقالوا لهم احنا هنعمل ايه؟ هنعمل 1 2 3 4، وبالتالي اجراءات قانونيه تم تنفيذها او تمت اجراءات تنفيذها خلال الفتره السابقه، وحتى هذه اللحظه، حتى هذه اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم، النادي الاهلي بيحافظ على حقوقه من خلال الاجراءات القانونيه اللي عملها قبل بطوله كاس الامم الافريقيه. ده بالنسبه للدوري السابق. الكلام اللي انا بقوله ده بقوله ليه؟ بقوله للناس اللي مش فاهمه يعني ايه النادي الاهلي. بقول لهم ان او بقوله للناس اللي ما تعرفش ان النادي الاهلي عندما يتخذ قرارا بيتخذ قرار وبيكمل فيه. النادي الاهلي طالما هذا القرار مجلس الاداره شايفه ان هو من مصلحه النادي ومن مصلحه البلد. فالنادي الاهلي عندما اتخذ قرارا بعدم لعب مباريات الدوري اتخذه عشان الاتحاد المصري السابق. وبالتالي عندما استقال الاتحاد المصري ومن قبلها بسبب الدور الوطني والاحباط الشديد لجمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي لعب مباريات الدوري 3 مباريات اللي بعد نهايه كاس الامم الافريقيه وخدنا الدوري وكسبنا الدوري رقم 41. فالنادي الاهلي عمره ما بيرجع في كلمته. النادي الاهلي عنده جمهوره دائما ما بيقف في ظهره في كل القرارات اللي بيتم اتخاذها. النادي الاهلي قبل كل ده دائما ما يحافظ على الدور الوطني اللي بيعمله النادي الاهلي وبيحافظ على اسمه. لو نرجع لبيان النادي الاهلي بقى الصادر حاليا من حوالي يومين، لو ترجع حضرتك للبيان ده هتلاقي أول حاجة في البيان ده إيه؟ أول حاجة في البيان ده، أول كلمتين أو أول سطرين في البيان ده إيه حضراتكم؟ النادي الأهلي يؤكد احترامه وتقديره الكامل لدور الأمن أو للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية، وكذا مساهمة رجال الأمن ورجاله في الصورة الحضرية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكمان عندنا بطولة التصفيات أمم الأفريقية تحت 23 سنة لمنتخبنا الأولمبي، والتي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي في 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجمهور دون أن تحدث مشكلة. البيان أمام حضراتكم. لذلك لم يتقبل الكثير حيثيات قرارات او قرار اتحاد كره القدم بتاجيل مباراه القمه التي كان مقرر لها السبت الماضي لدواعي امنيه، خاصه انه لم يكن هناك مانع في اقامتها بملعب برج العرب، وهو الملعب الذي كان شاهدا ولا يزال على كفاءه الامن المصري عندما نجح في تامين العديد من المباريات. ده باختصار يعني ده كان بيان النادي الاهلي. وبالتالي النادي الاهلي دائما او دوره الوطني واضح جدا ومساندته للامن واضحه جدا جدا جدا. طلعوا الامن بره الموضوع يا جماعه. هو اللي بيحصل ده كله ليه؟ اللي بيحصل ده كله بسبب ان النادي الاهلي فريق قوي. انا مش هتكلم على انديه اخرى واقول ان هي انديه فاشله وانديه ضعيفه وانديه اقل من النادي الاهلي وخايفه تلعب النادي الاهلي، انا مش هتكلم اقول الكلام ده، ولكن انا هقول ان النادي الاهلي نادي قوي، عنده مجموعه لاعبين الكل يخاف ان هو يلعبها دلوقتي. بالمناسبه وهقول لكم حاجه، دي كره قدم، كره قدم يعني
ممكن النادي الاهلي يبقى متفوق اثناء كل المباراه ولكن يخش فيه جون ويتغلب عادي. احنا الاهلاويه عارفين الكلام ده، عارفين يعني ايه كره قدم، عارفين يعني ايه ان انا ممكن ابقى كويس قوي والكل خايف مني، الكل خايف ومرعوب مني، الكل خايف ومرعوب مني. معرفش ليه الحقيقه، انا معرفش ليه الكل مرعوب من النادي الاهلي، ولكن اوكي. فكره القدم معناها مكسب وتعادل وخساره، الاهلاويه عارفين الكلام ده كويس جدا. الاهلاويه بيزعلوا بس لما بيخسروا، ليه؟ لان هم دايما شايفين ان فرقتهم دي احسن فرقه في الدنيا، فدايما الدور الوطني لنادي الاهلي واضح، احترامنا للامن واضح جدا. فطلع الموضوع ده بره الكلام اللي انت بتقوله او اي حد من لا يشجع النادي الاهلي بيقوله. النادي الاهلي سيظل دائما ودور الوطني واضح للجميع، ومن الاسباب الاولى اللي خلت النادي الاهلي يلعب مباراه او مباريات الدوري بعد بطوله كاس الامم الافريقيه الاخيره هو الدور الوطني اللي بيلعبه النادي الاهلي في محاوله ازاله الاحباط عن الجمهور المصري اللي كان محبط جدا بعد نهايه كاس الامم الافريقيه. فالشماعات غريبه جدا وحاجات بنسمعها غريبه جدا. انت خايف تلاعب النادي الاهلي، اي فرقه، انا بتكلم بشكل عام، اي فرقه خايفه تلاعب النادي الاهلي؟ يا جماعه دي كره قدم، انا بقنعك اهو، دي كره قدم. ممكن جدا جدا ان انت تبقى وحش طوال المباراه وتكسب، ممكن تبقى كويس جدا وما تعرفش تكسب، هي دي كره القدم بالمناسبه. ولكن الناس خايفه ومرعوبه، معرفش ليه الحقيقه، لكن اوكي. النادي الاهلي عنده فريق قوي، عنده فريق يحترم، عنده مدير فني جيد، كل ده انا مع حضراتكم فيه 100%. ولكن كره القدم انت دايما كمجلس اداره او كلجنه تخطيط بتعمل ايه؟ بتحاول ان انت تهيئ الاجواء لجمهور لعيبه النادي الاهلي، والباقي ده بتاع ربنا، ان انت تكسب او تخسر او تتعادل دي بتاعت ربنا مش بتاعت حد. اللعيبه بتعمل اللي عليها، بتبذل اقصى مجهود، المدير الفني بيحاول يحط الخطط والتكتيك اللي هيلعب بيه، لكن كره القدم فيها كل شيء. طيب انا عرضه تاني اللي هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي، الموضوع ده انا مش جعجاع، انا مش بزعق، انا بحاول مش يعني دايما لما اقول لحضراتكم حاجه بقولها بالورق وبالكلام المنطقي وبالكلام اللي جمهور النادي الاهلي هيفهمه، اللي جمهور النادي الاهلي هيفهمه. من امبارح بعدما اصدر النادي الاهلي بيانه الاخير اللي انا لسه قايله لحضراتكم، حصل ايه؟ من اول امبارح تسريبات تسريبات تسريبات، اشاعات اشاعات اشاعات، وللاسف الشديد من يطلق هذه الاشاعات هم ناس ما بتشجعش النادي الاهلي طبعا، ولكن مش فاهمين ومش عارفين ايه اللي بيحصل داخل النادي الاهلي او داخل مؤسسه النادي الاهلي. الخطابات اللي معايا دي والاوراق اللي معايا دي هوريها لحضراتكم وهقول لكم كلمتين في وسط هذه الخطابات. الكلام اللي انا هقوله ده في وسط هذه الخطابات، وعلى الجمهور الواعي والعاقل ان هو يفهم الكلام ده، او الناس اللي بتفهم يعني اللي هو جمهور النادي الاهلي، كل جمهور طبعا فوق دماغنا من فوق بحترمهم جدا، ولكن انا هنا بأخاطب جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ده كلام لوائح وقوانين وورق ومراسلات ما بين اللجنه الخماسيه التي تدير الاتحاد المصري ممثله في المدير التنفيذي الاستاذ وليد العطار، وما بين النادي الاهلي ومجلس ادارته وفي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. مش جايب كلام من جيبي، ولا هو مجرد كلام واي بطاطس واي كلام بيتقال وخلاص، لا. خلونا نبدا بس بالكلام اللي بيتقال من امبارح للنهارده. بيقول لك ايه؟ النادي الاهلي على اعتبار، يعني خلينا دايما ناخد الكلام على ان ممكن يحصل، النادي الاهلي لو ما راحش لاعب الجونه هيتخصم منه 9 نقاط. على اي اساس يا حبيبي هيتخصم منه 9 نقاط؟ على اي اساس النادي الاهلي زي ما بيتقال الاشاعات اللي طالعه امبارح واول امبارح، النادي الاهلي هيتخصم منه 9 نقاط وهينزل مش عارف درجه ثالثه ولا درجه ثانيه وهيعمل مش عارف ايه؟ الكلام ده
اي كلام اي كلام. لا يا عم اسلام، انت بتقول، انت اللي بتقول اي كلام يا عم اسلام. لا انا ما بقولش اي كلام، انا ما بقولش اي كلام. الكلام اللي انا بقوله هو كلام مخاطبات رسميه وورق رسمي ما بين النادي الاهلي ومجلس اداره او اللجنه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم. ف خليني ابدا مع حضراتكم واحده واحده. في يوم 10/6/2019 بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد أنه بصدد إعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية، يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لموسم 19/20. مش أنا اللي بقول، الملاحظات أمام حضراتكم أهو. يوم 10/6/2019 الاتحاد المصري بيصدر بيان أنا هعمل لائحة جديدة يا جماعة والمشروع بتاعها هبعته للأندية. لم يتم إرسال المشروع للنادي الأهلي. طيب يجي النادي الأهلي في 29/7، النادي الأهلي يطلب رسميا، مش يطلب بقى بالبق، مش بيطلب بالكلام، لا بيطلب رسميا جميع اللوائح المنظمة لموسم 2019/20. لم يتم الرد على خطاب النادي الأهلي حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم. في 24/9 الاتحاد المصري يرسل جدول مباريات الدوري العام من الأسبوع الأول للأسبوع 17 من غير مواعيد ومن غير ملاعب أو من غير تحديد ملاعب. في 17/9 النادي الأهلي يرسل مجددا طلب اللوائح قبل انطلاق مسابقة الدوري، علما بأن الاتحاد حدد يوم 21/9/2019 اللي هو كان بداية الدوري العام المصري، وتم إجراء القرعة يوم 12/9. هل تم الرد على خطاب النادي الأهلي؟ لم يتم الرد على خطاب النادي الأهلي حتى هذه اللحظة. يوم 20/9 النادي الأهلي يستلم نظام وشروط مسابقة الدوري العام لموسم 19/20، متضمنة نظام وشروط مسابقة الكاس والسوبر ومنشور وتعليمات القيد فقط. ده يوم كام؟ 20/9 قبل الدوري بيوم واحد. ولكن تم فعليا تفعيل اللائحة الجديدة في العديد من بنودها، وعليه لا يمكن الرجوع إلى بنود لوائح سابقة سواء من حيث المضمون أو الشكل. ده يوم 20/9. يعني ايه يوم 20/9؟ نادي الاهلي استلم نظام وشروط مسابقه الدوري، ورقه كده او ورق بيجي تعتبر زي لائحه كده، بيقولوا للنادي الاهلي فيها ايه؟ نظام وشروط مسابقه الكاس والسوبر ومنشور تعليمات القيد فقط. خلاص. يوم 1/10، انا بس هرجع لكل نقطه من دول. يوم 1/10 النادي الاهلي يرسل مجددا طلبا للوائح، ولكن لم يتم الرد على النادي الأهلي حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم. لم يتم الرد على النادي الأهلي في ولا حاجة من الحاجات اللي بعتها النادي الأهلي. وبالمناسبة النادي الأهلي يمكن النادي الوحيد، أنا معرفش بقية الأندية بتعمل إيه، ولكن النادي الأهلي على الأقل دائما قبل بداية الموسم بيبعت يقول يا جماعة ابعتوا لي اللوائح، ابعتوا لي اللوائح إن أنا همشي بيها السنة دي. هل هي اللائحة بتاعت السنة اللي قبلها ولا هنعمل لوائح جديدة؟ ها حد يقول لي؟ طيب لو سمحت يا سمير، واحنا بنتكلم عايزك تنزل خطاب خطاب. ماشي، هبدا بخطاب النادي الاهلي للسيد الاستاذ وليد العطار القائم باعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم. و ده كان يوم الجواب، ده كان يوم 1/10 اللي النادي الاهلي بيرسل فيه طلب اللوائح. انزل لي بالجدول. هل انا بقول كلام من الهوى؟ هل أنا بقول كلام أي كلام؟ ما بيحصلش. ده الخطاب الأول. تعالى لي بس ثانية واحدة. طيب الناس اللي بتقول إن اللائحة، وانزل لي بعد كده بقى بالجوابات اللي هي تواريخها
يوم 20/9 و17/9 و14/9 و29/7/2019 و10/6 انزل لي بيهم واحده واحده كده، خد جزء واحنا بنتكلم. لكن انا سؤالي لحضراتكم، الناس اللي بتقول ان النادي الاهلي هيتخصم منه 6 نقاط مش عارف ولا 9 نقاط اي يعني حاجه كده يعني، انا طبعا ما بصيتش في الموضوع لانه انا الموضوع انا فاهمه وعارفه كويس جدا. طيب هو ده بناء على انهي لائحه النادي الاهلي هيتخصم منه 6 نقاط ولا 9 نقاط؟ انا بتكلم بقى لو النادي الاهلي انسحب اي حاجه، على اعتبار ان النادي الاهلي الناس بتعتبره او اللي مطلعين الاشاعات دي بيعتبروا ان النادي الاهلي منسحب. ماشي. طيب لو النادي الاهلي زي ما هم بيقولوا كده انسحب، هو طبعا مش هو ده الكلام، مش هو ده الرسمي اللي بيحصل، لكن انا بقول لو هنعتبر الكلام اللي هم بيقولوه ده صح، هيتخصم منه 9 نقط بناء على ايه؟ على انهي لائحه؟ اللي هي لائحه سنه كام؟ اللي هي سنه 2013 اللي هي بيعمل بيها لغايه 2018 2019، ولا بناء على اللائحه الجديده اللي تم تنفيذ بند من بنودها وبالتالي لا يمكن الرجوع للوائح القديمه؟ يعني ايه يا عم اسلام الكلام اللي انت عمال تقوله لنا ده؟ احنا مش فاهمين حاجه. هفهم حضراتكم واحده واحده. لائحه 2013 بتقول ايه؟ بتقول ان النادي اللي يروح يلعب مباراه وما او ما يلعبش المباراه ويكمل بقيه مباريات الدوري يتخصم منه 3 نقاط في اول الدوري و3 نقاط في اخر الدوري. خلاص؟ عارفين حضراتكم اللائحه الجديده او اللي هي نظام وشروط مسابقه الدوري العام لموسم 19 20 متضمنه ايه؟ لو سمحت نزلها لي يا سمير. البند رقم 30 بيقول لك ايه؟ خلاف العقوبات الموضحه بلائحه المسابقات تكون الغرامه الماليه التي اعتمدها مجلس اداره الاتحاد على الانديه واللاعبين والاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه على النحو التالي: مبلغ 50,000 جنيه على النادي الذي تاخر عن موعد بدء المباراه واعتبرته اللجنه متخلفا عنها بالاضافه الى العقوبات المنصوص عليها في اللائحه. تاني بند وده الاهم بالنسبه لي. لا والبند الاول ده برضو مهم. مبلغ 200,000 جنيه على النادي الذي ينسحب من المباراه واستكمل باقي المباريات بالاضافه الى تحمله كافه التعويضات عن الخسائر الماديه التي تعرض لها النادي الاخر المضار من الانسحاب سواء اعلانات او نقل تلفزيوني الى اخره بالاضافه الى العقوبات المنصوص عليها باللائحه. مبلغ 300,000 جنيه على النادي الذي ينسحب من المباراه ولا يستكمل المباريات المتبقيه له بالاضافه الى العقوبات المنصوص عليها باللائحه. اللي هي انهي لائحه؟ اللي هي لائحه سنه ايه؟ ولا لائحه سنه كام؟ اللائحه الجديده اللي احنا ماشيين عليها دي ولا اللائحه القديمه بتاعت 2013؟ اللائحة الجديدة بتقول إن أنا لو ما روحتش الماتش هدفع 200,000 جنيه. مش أنا اللي بقول والله، مش أنا. ده بس أنا عارف إن دي هتمثل صدمة كبيرة جدا لناس كتير من لا يشجع النادي الأهلي، بالنسبة لهم لما الاقي الكلام ده مش من كلام قناة الأهلي. ده من الاتحاد المصري لكرة القدم. اللي هي اللجنة اللي بتدير الاتحاد المصري لكرة القدم. مش كلامي. ولا كلام محمود سعيد ولا عاطف جبر ولا الممل الاعداد، لا ده كلام اللائحه بتقول كده، او اللي هي او خلينا اتكلم صح، نظام وشروط مسابقه الدوري العام لموسم 19 20. مش انا اللي باعتها، حضرتك اللي باعتها كاتحاد كوره او كلجنه بتدير الاتحاد الكوره. وبعدين هو حضرتك بتقول لي ان انا هطبق عليك لائحه 2013 اللي انتهت. ليه انتهت يا اسلام؟ ليه انتهت يا جماعه؟ حضراتكم بتسالوني ليه انتهت؟ هقول لكم ليه حالا. انتهت لانه هو طبق اللائحه الجديده. او طبق نظام وشروط مسابقه الدوري العام موسم 19 و20 ونظام وشروط مسابقه الكاس والسوبر والكلام ده. ليه طبقها؟ هو النادي الاهلي لما اتاخر او لما اللجنه شافت، لجنه الانضباط شافت ان هو متاخر، طبقوا عليه لائحه بكام؟ ب 50,000 جنيه. لما كلمت كابتن سيد عبد الحفيظ والعميد محمد مرجان قالوا لي ايه؟ قالوا لي اه احنا دفعنا 50,000 جنيه، وبالتالي اذا ما تطبق هي
اللائحة اللي أمام حضراتكم دي اللي مكتوب فيها إن نادي اللي ما يروحش يدفع 200,000 جنيه. مش أنا اللي كاتبها، الاتحاد اللي كاتبها. فحضرتك طبقتها بإن أنت تعمل 50,000 جنيه، طب في 2013 اللي أنت عايز تطبقها دلوقتي، في 2013 اللي أنت عايز تطبقها دلوقتي على النادي الأهلي، ها؟ كان غرامة التأخير كام؟ على إن أنت تنزل الملعب. غرامة التأخير كام؟ كانت 10,000 جنيه. كانت 10,000 جنيه. دلوقتي غرامة التأخير 50,000 جنيه. يبقى أنا كنادي أهلي ماشي بإيه؟ هو ده النظام اللي أنا ماشي بيه. هي الورقة دي اللي أنا ماشي بيها حضرتك. ما عنديش أي لوائح تانية أقدر أتكلم فيها. لأن أنت طبقت اللوائح اللي كانت أو الشروط المسابقة اللي موجودة هنا. ما طبقتش اللوائح. وبالتالي كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوا ده ما هي إلا إشاعات إشاعات إشاعات. أي كلام. أي كلام بيتقال. أنا بجيب لحضراتكم يا جماعة والله العظيم ثلاثة، الموضوع بسيط وسهل. سهل قوي إن أنت تروح تعرف الحاجات دي واتعب نفسك بس شوية. اتعب نفسك شوية وشوف. هتلاقي نفسك الحاجات دي بتعرف تجيبها. أي مذيع أو أي مقدم برامج بيقدر يعمل الكلام ده بمنتهى البساطة. ولكن الناس بس مش عايزة تجتهد، الناس عايزة تضرب في النادي الأهلي وخلاص. الناس عايزة النادي الأهلي يطلع بره، من لا يشجع النادي الأهلي يعني، بيضربوا في النادي الأهلي عشان يطلع بره الخط، عشان اللعيبة ما تركز، عشان المدير الفني ما يركزش، عشان ما ياخدوش الدوري رقم 42 وما ياخدوش الدوري رقم 43 وما ياخدوش كأس أفريقيا رقم 9 وما ياخدوش بطولة السوبر وما ياخدوش وما ياخدوش وما ياخدوش. هما ده اللي عايزين يعملوه. فأنا دوري كقناة النادي الأهلي إن أنا أقول لحضراتكم اللي بيحصل. وأقسم بالله العظيم ده ما كلامي، ده كلام الاتحاد المصري لكرة القدم، اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، مش أنا. دي اللائحة اللي اتنفذت الجديدة، والناس اللي دفعت الغرامة الخمسين ألف بناء عليها. طيب في لائحة 2013 ما هو برضو انت عايز تقع في شر أعمالك. طيب خد بقى في لائحة 2013 اللي انت عايز تطبقها بمزاجك، بالمزاج على النادي الأهلي ومش هيحصل. في لائحة 2013 من ضمن بنود هذه اللائحة ايه؟ معلش انا دي هقراها، معلش مضطر. ان الاتحاد المصري، من حق الاتحاد المصري لكرة القدم او مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ايقاف النشاط لاي نادي لم يلتزم بسداد ديونه للاتحاد المصري لكرة القدم في الموسم التالي، ويجوز ايضا استبعاده من سجلات الاتحاد. الكلام ده في لائحة 2013-2014. كان هناك بعض الأندية التي لم تدفع حقوق لاعبيها خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا، ولكن لم يتم استبعادهم حتى هذه اللحظة، لسه دافعينها من شوية. ولولا الاتحاد الأفريقي لما بعت وقال لازم الناس دي تدفع اللي عليها وتظبط أمورها. هو أنتوا ساكتين على الناس دي ليه؟ هو حضراتكوا ساكتين على الناس دي ليه؟ ما قلتوش ليه ساعتها إن يجب أن يتم تطبيق اللائحة؟ ولا هو النادي الأهلي انتوا عايزين توقعوه خلاص؟ هو النادي الاهلي انتوا عايزين تضربوا فيه وخلاص؟ انا عارف ان الكلام كتير قوي، فمعلش حضراتكم لازم تبقوا يعني انا اسف جدا مطرطقين ودانكم معايا في هذا الكلام، لانه مش انا اللي بقوله، ده الاتحاد اللي بيقوله مش انا. هو حضرتك ما طبقتش اللائحة في 2013 ليه؟ ان انت استبعدت الاندية اللي ما دفعتش الفلوس اللي عليها، ولا هو عشان النادي الاهلي كان دافع الفلوس اللي عليه وانديه اخرى ما دفعتش فانت ها؟ حد بس يرد عليا في هذا الموضوع. ايه راي حضراتكم في الكلام اللي انا بقوله ده؟ هل هو كلام من دماغنا، ولا كلام احنا جايبينه من اللوائح والقوانين اللي حضراتكم للناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي عمالين تقولوه خلاص عشان عايزين تزعلوا جمهور النادي الاهلي وخلاص؟ لا، مش هتعرفوا. احنا دورنا ان احنا ننور هذا الجمهور، نقول لهم ان في نور هنا بيحصل او في حاجه بتحصل. الراجل تعبان، ويعني انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده عشان ما حدش يقول لي مش عارف ايه، لكن
لم يتم ايقاف اي نشاط اي نادي، لم يتم اي حاجه، لم يتم استبعاد اي نادي لانهم ما دفعوش فلوسهم، الفلوس اللي عليهم للاتحاد، كله اتطبخ وكله اتدرمغ وكله مشي 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 لغايه لما حصل الكلام ده. طب هو حضرتك عايز تطبق لائحه 2013 ليه على النادي الاهلي وانت بنفسك اللي لغيتها وطبقت اللائحه الجديده بدليل ال 50,000 جنيه اللي احنا دفعناهم كنادي اهلي؟ انا ما بتكلمش على انديه ثانيه، انا بتكلم على النادي الاهلي. علامه استفهام قد الاستوديو ده، كبيره جدا جدا جدا، لا كبر لو عندك الشاشه اكبر من كده، علامه استفهام كبيره جدا. هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ النادي الاهلي هو نادي الوطنيه، وبالمناسبه برضو مهم جدا اقول لحضراتكم فارق ما بين حاجتين، حاجتين مهمين قوي. الفارق ما بين الوطنيه وادعاء الوطنيه، الفارق ما بين الوطنيه وادعاء الوطنيه. وانا اسف ان انا هقول الكلام ده واللي يحصل يحصل بقى، يعني انا خلاص ما عنديش مشكله. الوطنيه تتمثل في، هقول لكم ازاي، عندما تكون هناك اسرار في الغرف المغلقه تظل دائما في الغرف المغلقه داخل النادي الاهلي. ايه يا عم اسلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني عندما تحدث امور تخص البلد في الغرف المغلقه بيحصل ايه؟ بتظل دائما طول ما هي مع مجلس اداره النادي الاهلي بتظل دائما في الغرف المغلقه. ده اللي اسمه الوطنيه على فكره، هي دي الوطنية. محدش بيطلع يزايد، محدش بيطلع يكشف يقول أي كلام، محدش بيطلع يقول الحقائق أو الحاجات اللي بتحصل عشان سلامة البلد أهم حاجة. محدش عندنا في النادي الأهلي بيقول الكلام ده مع إن في ناس بتبقى عارفة المواضيع دي. محدش بيطلع اللي هو ادعاء الوطنية. ما هو ده الفرق ما بين الوطنية وادعاء الوطنية. حاجات كتيرة جدا وملابسات كتيرة جدا حصلت خلال الفترة اللي فاتت. هل ينفع نطلع نقولها؟ هو لا مش خايفين من حاجة طبعا، ولكن هي أمور يجب أن تظل دائما في الغرف المغلقة لأنها أمور تخص الوطن، وبالتالي هناك فارق كبير ما بين الوطنية ها وادعاء الوطنية اللي هو إيه؟ أنا عندي الوطنية، أنا راجل وطني، أنا بحب الوطن. ده في ناس ما بتشجعش النادي الاهلي هي اللي بتقول كده، ولازم الماتش مش عارف يتأجل، ولازم مش عارف ايه، لان فيه وفيه وفيه وفيه. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ما الناس اللي قاعده هنا هي اللي قاعده هنا. لكن الفارق ما بين الوطنيه وادعاء الوطنيه هو الفارق الكبير جدا جدا ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. او من يدعي الشو اللي هو المنظره. ايه رايك؟ ايه رأي حضراتكم في اللي انا بقوله ده؟ دي حاجة كده بس بالمناسبة وانا بتكلم معاكم في اللوائح والقوانين، لان انا موضوع الوطنية ده بالنسبة لنا احنا اتعلمناه جوه النادي الاهلي وتعلمناه جوه كل الاندية اللي لعبت فيها، ولكن جوه النادي الاهلي بتبقى الامور لانه 70 80 مليون ماشيين وراك بيشجعوك. فبالتالي انت الوطنية بالنسبة لك دي حاجة جوه قلبك، هنا بتفضل جوه قلبك. والامن بيفضل هو هو اللي بيقرر كل شيء، ولكن مش كل حاجة تقول الأمن بقى. إذا ما كنتش قادر تعمل كده استقيل يا أخي، استقيله. أنا آسف في كلمة يا أخي دي لكن مش قصدي، استقيله. إذا ما كنتوش قادرين تشوفوا الموضوع ماشي إزاي وعايزين تحابوا بعض الأندية على النادي الأهلي، لا مش هيحصل، عمرها ما هتحصل، ومحدش هيقف، لا محدش هيسكت على الكلام ده لأنه ده كلام مش مظبوط. وكل إثارة الفتنة واللي حضراتكم شايفينه ده هم ناس معروفة بالاسم هي اللي بتعمل الكلام ده. هل حضراتكم عمركم شفتوا، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، بكلم الكابتن خطيب بقالي شهرين أو ثلاث شهور، يا كابتن من فضلك جمهور النادي الأهلي عايز يشوفك، يا كابتن من فضلك جمهور النادي الأهلي عايز يشوفك من خلال القناة، يا كابتن من فضلك جمهور النادي الأهلي عايز يشوفك. كلمة واحدة بس بتتقالي يا إسلام، أنا جمهور النادي الأهلي ده فوق دماغي، ولكن مش هو ده التوقيت اللي أنا أطلع أتكلم فيه. توقيت أو الناس تشوفني من خلال الشغل اللي إحنا بنعمله. أنا مش المفروض إن أنا أقول حاجة زي دي. مش المفروض إن أنا أقول حاجة زي دي، بس أنا هقولها.
وما بقولهاش تطبيق، اللي عايز يقول تطبيق يقول، اللي عايز يقول اي حاجه يقولها، ولكن هي دي الحقيقه. اقسم بالله العظيم شهرين او ثلاث شهور بكلم الكابتن خطيب وانا بقولها على الهوا، ده مش دوري، يقول لي ده مش دوري، طول عمرنا ماشيين بالشكل ده وبالاسلوب ده. انا بشتغل واعضاء مجلس الاداره كلهم، كل واحد بيشتغل في الملف الخاص بيه. هو ده النادي الاهلي، هي دي مؤسسه النادي الاهلي، هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي وكل الانديه الاخرى. عشان كده الناس ده، الناس متضايقه، الناس زعلانه، الناس هتموت. هو ليه النادي الاهلي كده؟ ليه النادي الاهلي دايما واقف على رجله؟ ليه النادي الاهلي دايما الناس واقفه وراه؟ هو ده النادي الاهلي، هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي وكل شيء. انا اسف ان انا بقول كل الكلام ده وطولت جدا في الموضوع ده، ولكن هي دي الحقيقه. بعدين هو النادي الاهلي قدم كام شكوى؟ والله انا ما انا فاكر كام شكوى. يعني احنا غلطانين ان احنا كمان ما جبناش اللوائح دي من خلال الورق عشان ما بقاش بقول اي كلام، لكن قدمنا كام شكوى؟ النادي الاهلي قدم كام شكوى؟ هو حضرتك فين من شكاوي النادي الاهلي؟ هو حضرتك فين ضد البزاءات وضد قله ال مش عايز الاساءات، انا هقول الاساءات، البزاءات والاساءات اللي بتحصل ضد النادي الاهلي وضد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وضد كل العالم، كل الرياضه في مصر باستثناء البعض بس. هو فين حضراتكم بالكلام ده؟ هو فين اللوائح؟ فين القوانين؟ فين لجنه الانضباط؟ فين الكلام ده كله؟ هو ليه حضراتكم بتعملوا كده؟ هو انتوا فاكرين النادي الاهلي كلجنه، اللجنه فاكره كده يعني ان النادي الاهلي عمر ما النادي الاهلي هيبص تحت؟ النادي الاهلي مصلحه البلد، مصلحه البلد، مصلحه النادي الاهلي وجمهوره ولاعبيه ومجلس ادارته، وبعد كده هو ده النادي الاهلي بيبص له دايما. هو ده الاسلوب اللي بيمشي بيه النادي الاهلي، هو ده الاسلوب اللي بيمشي بيه مؤسسه النادي الاهلي. وبعدين بلاش مزايده وبلاش اللي انتوا عمالين تعملوه ده، الفيلم اللي انتوا عمالين تعملوه ده فيلم فاشل، فيلم فاشل. كل شويه كل شويه اقروا السطرين اللي في بيبقوا في بدايه بيان النادي الاهلي، اقروهم كده كل شويه. بلاش الافلام الفاشله والافلام الهابطه دي، افلام تجاريه دي ممكن نسال فيها الناس، يعني دي افلام تجاريه بقى لها 100 سنه. هو نفس الكلام، هو نفس الاسلوب، هو ايه يا جماعه ده؟ زهقنا وتعبنا. لكن انا كل دوري ان انا اوضح لحضراتكم، مش بالزعيق، مش بالجعجعه، مش بالبزاءات، مش بالسب، مش بالشتيمه، ولكن بالورق والقوانين والخطابات المتبادله ما بين الاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم وما بين مجلس اداره النادي الاهلي او النادي الاهلي. مش هو النادي الاهلي بيطلب ايه؟ النادي الاهلي بيطلب ايه يا جماعه؟ حد يقول لي، حد يرد عليا. نمره واحد، النادي الاهلي بيطلب تكافؤ الفرص ما بين ال 18 نادي، ال 18 نادي مش النادي الاهلي بس. بيطلب ايه تاني غير مبدا تكافؤ الفرص؟ العداله واحترام جدول الدوري اللي حضرتك عملته، اللي بالمناسبه الاستاذ حسام الزناتي او الكابتن حسام الزناتي قال ايه بمناسبه بقى موضوع الموافقات الامنيه ده اللي عمالين اللبانه اللي طايره من هنا لهنا لهنا. ان النادي الاهلي بيقول، او ان الاستاذ حسام الزناتي اللي هو رئيس لجنه المسابقات قال ايه؟ قال انا مستني الموافقات الامنيه الخاصه بالملاعب علشان اسكن الملاعب. ده معناه ان الموافقات الامنيه بتيجي منين يا متعلمين؟ انا دايما بقول الكلمه دي، يا متعلمين يا بتوع المدارس، الموافقات الامنيه بتيجي منين؟ طالما هو مستنيها من الاتحاد يبقى بتيجي منين؟ من الاتحاد المصري لكره القدم، مش مني كنادي. بالمناسبه يعني في وسط الكلام انا الحاجات دي كاتبها او بحاول اكتبها طول النهار النهارده عشان اطلع اتكلم مع حضراتكم، مش اي كلام، دي كلها حاجات مخاطبات رسميه وتصريح رسمي للاستاذ حسام الزناتي، مش اي كلام. انا بقى اناقش معاكم الموضوع من اليمين والشمال ومن فوق ومن تحت ومن كل الكلام اللي بيتقال، وانا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه. الهدف ايه؟ هو الهدف معروف،
ان البعض من لا يشجع النادي الاهلي بيعملوا ايه؟ عايزين يخبطوا النادي الاهلي، شايفين النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله زي الفل، الدنيا ماشيه زي الفل، فلا خبط بقى واخبط وخبط يمين وخبط شمال عشان النادي الاهلي يقع. طب حتى انتوا قلتوا ان احنا، مش انتوا قلتوا ان احنا واقعين السنه اللي فاتت؟ خدنا الدوري ازاي يا جماعه واحنا واقعين؟ طيب عشان احنا النادي الافضل والاكثر تنظيما والنادي اللي عنده افضل جمهور واحسن جمهور وكل الكلام ده، وبنحاول على قد ما نقدر على قد ما نقدر النادي الاهلي ان يحترم اللوائح والقوانين. مش ذنبي ان الناس كلها الركب بتخبط في بعض، مش ذنبي ان الكل عايز يهرب من قدام النادي الاهلي وما يواجهش النادي الاهلي. وبعدين بمناسبه الكلام بتاع حضراتكم اللي هم من لا يشجع النادي الاهلي، كانوا بيقولوا ايه السنه اللي فاتت؟ النادي الاهلي واقع، على اعتبار النادي الاهلي كان واقع السنه اللي فاتت، خدنا الدوري لكن واقعين. ولكن في ظل الوقعان اللي احنا كنا فيه بنطالب باحترام اللوائح والقوانين. تخيلوا حضراتكم ولو انتوا ولو احنا زي ما انتوا بتقولوا جامدين برضو بنطالب بتطبيق اللوائح والقوانين ومبدا تكافؤ الفرص. فالمبدا واحد، كويس وحش اي حاجه ما عندناش مشكله فيها. لكن المخاطبات اللي احنا بنتكلم فيها دي وبنقولها لحضراتكم بتقول معناها ايه؟ معناها ان النادي الاهلي نادي مؤسسي، نادي محترف، عنده ناس بتعرف تشتغل، ناس بتعرف تاخد وتدي، تاخد وتدي. ودائما النادي الاهلي ما يبحث عن المصلحه العامه لل 18 نادي، زي ما قلت لحضراتكم كفايه مزايده وكفايه متاجره وكفايه كلام الناس كلها بتشمئز منه. احنا عندنا ما نقدرش نقول كلام اكتر من كده بصراحه، احتراما وتقاليد وكل حاجه، احنا هنا بنحترم كل الناس وبنحب كل الناس، ولكن زهقنا زهقنا تعبنا. لكن ما عندناش مشكله، هنفضل نجاهد وهنفضل نناضل وهنفضل نجيب حق النادي الاهلي وهنفضل نتكلم. مش انا بتكلمش على نفسي، بتكلم على كل القناه. وبالمناسبه برضو صحيح حاجات كتيره بتتفتح قدامي. هو مين اللي مسؤول؟ المسؤول الوحيد او المسؤوليه الاعلاميه في النادي الاهلي لمين؟ يعني اذا طلع اكس من الناس في فيديو ودافع عن النادي الاهلي، انا مالي؟ انا كنادي اهلي انا ماليش علاقه، اللي عايز يدافع عني يدافع واللي مش عايز ده محب، واحد يعني بيحب النادي الاهلي او اتنين او تلاته او عشره او ميه او مليون او زي ما تقول قول. فمين اللي مسؤول عن الناحية الإعلامية في النادي الأهلي أو أي حاجة بتطلع؟ ثلاث حتت. المركز الإعلامي للنادي الأهلي بكل ما فيه بقى من تواصل اجتماعي وكل الكلام ده، قناة النادي الأهلي، مجلة النادي الأهلي، بس هما دول. لكن في ناس بتطلع تتكلم عن النادي الأهلي وتقول وتدافع عن النادي الأهلي وتشتم في الأندية الأخرى، ملناش علاقة. أنا مالي؟ أنا ماليش علاقة حضرتك كنادي أهلي. اللي ليه علاقة الراجل اللي طلع يتكلم ده، هو حر، عايز يتكلم عايز يدافع. احنا ما انا شخصيا في ناس كتيره من اللي بتطلع ما يعني ما بنحبهمش لاشياء معينه، لكن واحد عايز يطلع يدافع ما تطلع تدافع ولا انا مالي؟ وحضرتك بتدخلني انا ليه كنادي اهلي؟ النادي الاهلي ثلاث منصات، المركز الاعلامي، قناه المركز الاعلامي بكل السوشيال ميديا بتاعته، قناه النادي الاهلي بكل السوشيال ميديا بتاعتها، مجله النادي الاهلي. هم ده، هو ده الكلام اللي حضرتك تقدر تاخده من بق اي حد فيهم او من كلام اي حد فيهم. لكن اي حاجه تانية ماليش علاقه بيها وما تدخلنيش لو سمحت فيها. فلان طلع شتم نادي اكس، نادي اكس، هو حر، انا مالي؟ انا ذنبي ايه؟ حضرتك بتيجي عليا انا ليه؟ انا مالي؟ ما يطلع يشتم ولا انا مالي؟ مش بتاعتي دي. فقره انا وانا مالي، انا هسميها فقره وانا مالي دي. حضرتك بتدخلني في القصص دي ليه؟ انا مش عارف. فالحقيقه يعني كلام كتير جدا كنت حابب ان انا اشرحه لحضراتكم، وانا اسف جدا على الاطاله النهارده، ولكن كان واجب عليا ان انا اطلع اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل. كل الكلام اللي انا قلته ده ارجعوا فيه واحده واحده للمراسلات والمخاطبات اللي ما بين النادي الاهلي ومجلس اداره الاتحاد، هتعرفوا ان كل الكلام اللي بيتقال ده ما هو الا محاوله التاثير من لا يشجع النادي الاهلي على النادي الاهلي في قراراته خلال الفتره القادمه. ولكن سيظل دائما النادي الاهلي
بيحاول يعلي المصلحة العامة للبلد ده أولا، وبعدين مجلس إدارة النادي الأهلي بيفكر في مصلحة البلد أولا والنادي الأهلي ثانيا. آخر حاجة عايز أتكلم فيها مع حضراتكم برضو بمناسبة لائحة 2013 واللائحة بتاعة 2019 أو النظام والشروط مسابقة الدوري في 2019، عارفين مين اللي كان مختص بالإجراءات الانضباطية سنة 2013 أو في اللائحة القديمة؟ مين؟ اكتبوا ورايا يا جماعة الكلام ده واسألوا عليه للناس اللي عايزة تسأل يعني، أو للناس اللي عايزة تفهم. في 2013 اختصاصات الإجراءات الانضباطية كانت للجنة المسابقات فقط، في اللائحة اللي أنت عايز تطبقها، ها؟ اللي تطبقها بمزاجك. عارفين في 2019 في السوبر إيه اللي حصل؟ الاختصاص الإجراءات الانضباطية بقى في لجنة أخرى كمان، لجنة الانضباط والأخلاق زائد لجنة المسابقات. المرة الأولانية أو في 2013 كانت لجنة المسابقات فقط، دلوقتي لجنة الانضباط والأخلاق زائد لجنة المسابقات، وبالتالي تم تغيير كل اللوائح القديمة. ده بناء على مش كلامي ولكن كلام اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم. أنا آسف مرة تانية أن أنا طولت في هذا الموضوع، ولكن كان يجب أن احنا نقول لحضراتكم أن كل الكلام اللي بيحصل ده ما هو إلا فقاعات هواء. كل اللي بيحصل ده ليس له تأثير من هنا أو من هنا أو من كل الاتجاهات على قرارات النادي الأهلي في المستقبل القريب. لغاية دلوقتي النادي الأهلي متمسك بعد، لغاية اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها دي، النادي الأهلي متمسك بعدم اللعب أمام في أي مباراة خلال الفترة القادمة إلا بعد الانتهاء من المباراة نادي الزمالك، لأن ده الجدول اللي مش النادي الأهلي حطه بالمناسبة، الجدول اللي اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم هي اللي حطته، وبالتالي هي اللي لازم تحل هذا الموضوع مش النادي الأهلي. طيب معلش يوم طويل. خلينا بس نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع اقرا برضو مع حضراتكم او هتكلم في موضوع مهم جدا، لانه انا سايب الموضوع ده بقالي اسبوعين ثلاثه ولكن هرجع له مره اخرى. لكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. يا كابتن جمال غندور، يا كابتن جمال غندور، يا حكم يا عالمي، يا كابتن جمال غندور، يا رئيس لجنه الحكام المصريه، يا كابتن جمال غندور، يا واحد من افضل الشخصيات اللي انا اتعاملت معاها في حياتي، يا كابتن جمال غندور، الحكام المصريين في خطر، يا كابتن جمال، اللي بيحصل في المباريات او في معظم المباريات محدش يتسكت عليه. انا بالمناسبه في قناه النادي الاهلي، وبالمناسبه عايز اتكلم على مباراه الاتحاد ووادي دجله، مش عايز اتكلم على ماتش تاني، انا هتكلم على مباراه الاتحاد ووادي دجله. الاتحاد وادي دجله، الاتحاد ليه جونين وما اتحسبوش. هي اخطاء الحكام هتفضل موجوده لغايه امتى؟ كل مره النادي الاهلي بيساند ودايما بيقف خلف الاتحاد لجنه الحكام الرئيسيه، ولكن الدوري لسه في اوله وعشرات الاخطاء بتحصل. الدوري لسه في اوله وفي انديه الكره رايحه ما لمستش حد تتحسب كورنر، وفي انديه بيخش فيها جوان الجون جون رسمي 100% وبتحسب اوفسايد. هو في ايه يا جماعه؟ هو يا كابتن جمال يا غندور، انت واحد من افضل الشخصيات وواحد من افضل الناس اللي بتعرف تمسك لجنه الحكام، ولكن هو في حكم بكرش يا كابتن جمال؟ انا اسف جدا ان انا بقول هذا، انا اسف يا جماعه، ولكن هو ينفع ان في حكم يبقى شكله كده في الملعب؟ انزل انا العب بقى، يعني انزل انا احكم لو حضرتك عايزني احكم يا كابتن جمال. من فضل حضرتك يا كابتن جمال، النادي الاهلي خلال هذه الفتره لحين ما نشوف اللي هيحصل ايه خلال الفتره اللي جايه، احنا داخلين على موقف صعب جدا وداخلين على مباريات صعبه جدا. الاتحاد وادي دجله الاتحاد يكسب عادي يعني، او انا اسف، ليه هدف وليه ضربه جزاء 100% وما اتحسبوش؟ نادي الاتحاد سكندري انا بتكلم بالاسم اهو، ومباراة الزمالك امبارح والمقاولين الكرة ما لمستش حد اتحسبت كورنر. يا جماعة مش كده، جل من لا يسهو جل من لا يخطئ، ولكن مش كده على طول على طول. مع النادي الأهلي
جل من لا يسهو وجل من لا يخطئ ضد النادي الاهلي، لكن حاجه للنادي الاهلي لا ما بتحصلش. الناس واخده بالها ايه؟ انا لا اطالب بشيء، انا اطالب بالعداله، اطالب بالعداله التحكيميه، المساواه في الظلم عدل. كابتن جمال خلي بالك من الحكام شويه خلال الفتره اللي جايه، انا عارف ان انت بتبذل مجهود كبير، ولكن من فضل حضرتك عايزينك تاخد بالك كويس جدا 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 في الفتره القادمه، خصوصا ان احنا عندنا في فتره راحه كبيره جدا خلال الفتره اللي جايه. فمن فضل حضرتك يا كابتن جمال كل اللي بنطلبه منك ان يكون هناك حكام على مستوى الدوري المصري وعلى مستوى اللاعبين اللي موجودين في الدوري المصري وعلى مستوى الاجهزه الفنيه اللي موجودين في الدوري المصري في كل الانديه المصريه. نطلب المساواه والعدل في جميع القرارات اللي بيتم اتخاذها داخل الملعب، والمساواه في الظلم عدل، المساواه في الظلم عدل. هو ده بس اللي انا عايز اقوله لحضراتكم بخصوص هذا الموضوع. هنطلع نشوف تقرير عن الاخطاء التحكيميه، واعذروني جدا ان انا طولت النهارده، ولكن لازم خطابات وقوانين، مش اي كلام وخلاص، مش طالع ازعق، مش طالع اقول اسب الناس، مش طالع اشتم الناس، لا انا طالع اقول حاجات بورق ولوائح وقوانين. سيب حضراتكم مع هسيب حضراتكم مع تقرير عن الاخطاء التحكيميه. وبتقول لي يا اسلام انت كل شويه تقول الكلام ده وتعيد الكلام ده، هفضل اقوله وهفضل اعيده وهفضل اكلم واخاطب الكابتن جمال لغايه لما الاقي التحكيم المصري بخير، لان هو ده اللي يهمنا، لان دائما النادي الاهلي ينظر الى المصلحه العليا للبلد وبعد كده بينظر الى المصلحه العامه. هو ده النادي الاهلي، هو ده الفارق ما بين الكبير وغير الكبير. خليني بس اطلع اشوف تقرير عن التحكيم وبعد كده فاصل، وبعد كده هستقبل ضيوفنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي النصير، النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير كابتن احمد بلال بعد هذا التقرير والفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار. النجم الكبير كابتن فتحي، ازي حضرتك؟ يا كابتن اسلام شرف ومنور. ده نورك وحشتنا بقى لنا مده ما شفناكش. الله يخليك ربنا يخليك. النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد، ازي كابتن ابراهيم؟ كابتن اسلام وحشنا يا حبيبي، انت اللي وحشنا والله بقى لنا مده ما شفناكش. توحشوا الجمهور، الناس كلها بتبقى مستنيه. ربنا يخليك يا حبيبي، انا بسعد بوجودك. ربنا يخليك يا كابتن. النجم الكبير كابتن احمد بلال، ازي كابيلو؟ دايما اقول له انا انت الوحيد اللي اقدر اقول لك كابيلو، هو وسامح حسني. ازي كابيلو؟ وحشنا يا رب. الحمد لله منور دايما. خليك يا رب حبيبي. كابتن فتحي خليني ابدا مع حضرتك بما يحدث مع النادي الاهلي. النادي الاهلي وخليني وحضرتك معايا استغل حضرتك، انا اسف يعني، في خبره كبيره جدا جدا في تنظيم البطولات وتنظيم اللوائح وتنظيمها وكذا وكذا وكذا. هل الكلام اللي احنا شايفينه خلال هذه الفتره ممكن يبقى فيه احسن منه يا كابتن فتحي ولا لا؟ بالنسبه لتنظيم الدوري واللوائح والقوانين وكذا وكذا وكذا، انا عارف ان حضرتك في الحاجات دي يعني حاجتك شغلك. شو يا كابتن اسلام، هو مش موضوع ان يبقى فيه احسن منه، هو اصلا ما فيش حاجه عشان يبقى احسن منها فعلا. طبعا. بمعنى ايه يا كابتن؟ بمعنى ايه؟ ان الناس متخيله ان تعمل جدول، تخش على الكمبيوتر يركب لك الفرق وخلاص، يلا العبوا مع بعض. بالظبط، ما هو ده اللي اتعمل. ايوه، ما هو ده اللي احنا شايفينه وعارفينه. هو ده، ما هو ده مش الجدول بيتعمل كده. جدول لها شروط ولها مقاييس ولها ظروف، ده علم. جدول المسابقات لأي بطولة 18 نادي أو 16 نادي أو أي بطولة لها فكر كتير. بالمناسبة يعني اللجنة، يعني لجنة الاتحاد، لجنة الخماسية أو اللجنة الخماسية أو لا، بنشكرها من قناة الأهلي في حاجة. في إيه؟ إحنا هنا ندينا إن إحنا الوقت الإضافي اللي هو النص ساعة ما يتعملش في كاس مصر، صح، في بداية بتاع والحقيقة لغوها، صح، حاجة، صح. يعني فدي بنشكرهم، ناس فعلا الكلام ده ما يتعملش فلغوها، واحنا قلنا هنا في قناة الأهلي قلنا ما يصحش كده. لكن نيجي بقى للجدول، يمكن برضو من هنا لما هاجمنا أو قلنا الجدول ده، مش هاجمنا، قلنا انتقدنا أو قلنا رأينا إن الجدول ده غلط، وضعه غلط. غلط ليه؟ بماتش بدأناه، ماتش الأهلي لما كان هيلعب في أسوان،
واللاعب هنا كان بيلعب مع الانتاج. سموحه وبعد كده الانتاج وبعد كده اسوان. الانتاج وقلنا ان هيسافر ففيها سفر وهيركب طياره وهيروح يلعب هناك الساعه 3. قلنا هذا الكلام وكان خطا. نفس الكلام ده كان المقصه. المقصه كانت رايحه الجونه. فبرضه بعد ما لعبت ماتش بالليل سافرت تاني يوم عشان تروح المقصه. اذا الميزان بتاع الجدول انك تشوف كل الفرق هل الناحيه العلميه مظبوطه عليهم ولا لا. ماتش الاهلي مع اسوان غير مظبوط، ماتش الجونه مع المقصه غير مظبوط، ماتش الجونه الجونه مع المقصه برده ما كانش مظبوط. ليه الميزان مش مظبوط؟ ميزان ايه يعني؟ اشوف فتره الراحه اللي هي بين الماتشات، الساعات قد ايه، السفر قد ايه، لان ده مجهود على اللاعبين. وزي ما قلنا ودايما نقول قانون كره القدم وضع لحمايه اللاعبين، والمسابقات بتستمد المسابقات اللي احنا بنعملها بتستمد طاقتها من او بتستمد فكرها من اللاعبين ازاي، من 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 الجداول او من القانون. هل زمان يا كابتن اسلام كان في وانتوا بتلعبوا والجواب كان هو هو، احنا معلومه لنا كلنا درجه حراره الانسان 37 طبيعي كلنا في اي بلد، في الشتاء في الصيف في الحر في الاسكيمو هنا 37، لكن درجه حراره الجو بتختلف. طيب لما جه الاتحاد الدولي قال لك ان بعد نص ساعه في كل مباراه وقف ودي ميه للفرق، هل ده كان موجود زمان؟ لا. طب ما الكره هي هي، بس الدنيا بتتطور. بتتطور. فطالما احنا بتتطور احنا كمان نطور نفسنا. مظبوط. تقول لي طب ده هيفيدني في ايه؟ هاخد انا الحته دي اللي انا بقول عليها. اول حاجه في حاجتين يعني في الجدول ده مش مظبوط. انا في بلد ظروفها متغيره. الظروف المتغيره دي تخليني اعمل جدول بنظام متغير يتناسب معاها. تقول لي يعني ايه؟ يعني انا هلعب الدور الاول 17 مباراه. في الدور الاول في نص المباريات يعني بعد الاسبوع الثامن اعمل اسبوع فاضي. بعد الاسبوع الاخير من الدور الاول اعمل اسبوع فاضي. بعد الاسبوع يعني بعد نص الدور الثاني اعمل اسبوع فاضي. تقول لي ثلاث اسابيع هتعمل بيهم ايه؟ لا هعمل بيهم حاجات كتير قوي لو انا عايز اطور كره القدم المصريه. حاجه من اتنين، اي مباراه افرض مطر نزل، سيب ماتش الاهلي والزمالك لظروفه، مطر نزل وسيول والماتش ما اتلعبش، هتلعب امتى الماتش؟ هتقول اللجنه هتجتمع وهتقرر. هتقرر امتى؟ هتقرر بمزاجها. ممكن الفرقه دي عندها لعيب عنده انذارات هيتوقف، ممكن اللعيب ده عنده لعيب مصاب هيتوقف، فيقول لك ايه استنى بقى اخرها له شويه لغايه الانذارات دي اللعيب ده يلعب او اللعيب اللي كان مطرود ده يلعب فيبقى له. اذا العداله غير موجوده، اصبح في شيء حتى لو هم صح اصبح شيء انت لازم تكون دارس. يبقى معروف بعد الاسبوع السابع يا جماعه اي حاجه هتحصل في الماتشات دي كلها هتتلعب في الاسبوع ده، يبقى الاسبوع ده فاضي. نيجي للفرق، احنا عندنا لما عملوا الاتحاد الدولي عمل الفيفا ديت. ايوه. عملها عشان يطور المنتخبات. طب الاتحاد هنا لازم يطور الانديه. ليه ما نعملش زي زمان الفرق ريال مدريد تيجي او مثلا الزمالك يجي، الفرق الاهلي يجي في الاسبوع الفاضي لو انت ما عندكش ماتش. يبقى اذا لو ما عندكش ماتش مؤجل او عندي ظروف يعني. اذا برضو حضرتك معلش خلينا برضو نفهم او نتكلم مع ناس في هذا او نتناقش، ان حضرتك عايز تعمل بعد كل نص دور تعمل اسبوع، الاسبوع الفاضي ده، الاسبوع الفاضي ده يتم فيه طوارئ، الطوارئ اللي هو المؤجلات وكل ما يحدث خلال الثمان اسابيع السابقه. يتم ترتيب المؤجلات اذا كان هناك مؤجلات في الثمان اسابيع في هذا الاسبوع، في نفس الاسبوع ده. فاذا في الحاله دي هتلاقي نفسك انت بتلعب ريال مدريد، بتلعب ليفربول، بتلعب لو انت ما فيش مؤجلات، لو ما عندكش بس الاسبوع هتستغله. إذا أنا رفعت الكرة المصرية وطورتها، أو حصلت مشكلة بقى نرجع بتاعتنا زي مشكلة الأهلي والزمالك، أجي واخد الأسبوع كله وحطه في الأسبوع المتأجل ده. الأسبوع كله؟ أما خلاص أخدتهم كلهم على بعض على أساس إن يبقى في عدالة، يبقى اللعيب ده الفرقة دي هتلعب ده بعد ده وده. ما كابتن فتحي أنا آسف، لكن هو ده اللي دايماً النادي الأهلي بيطالب بيه. هو ده اللي إحنا بنقوله. العدالة، يعني هو النادي الأهلي مش لاعب أسوان خلاص؟ آه. والماتش انتهى؟
وكل حاجه انتهت ولعب اسوان الساعه 3 الظهر بعد اقل من اقل من 72 ساعه اقل من 72 ساعه. مش كل ده انتهى والاهلي كسب خمسه وعارف الناس تقول لي ايه يا عم ما انتوا كسبتوا خمسه اللي ما بيشجعوش النادي انتوا كسبتوا، لكن هي القصه مش كده. النادي الاهلي دائما ما ينظر الى العداله ومبدا تكافؤ الفرص. بس احنا انت زي ما تفضلت وقلت في خلال الساعه في الانترو قعدت تقول لوائح ونظم وكده ونظام، الغرض منها ايه؟ تطوير كره القدم، ان النادي الاهلي عايز النظام. فاحنا بنكمل الرساله، احنا مش قاعدين هنا ايه نشتم او ننتقد او نقول او كده. اذا اللجنه ينقصها الخبره الميدانيه في التطبيق. مظبوط. في عندهم ناس افاضل ناس كده، الصداقات والعلاقات كان لها دور في تشكيل اللجنه دي. لجنه محترفه يبقى تطبق لي الاحتراف. اجر يا كابتن. يبقى انت طبق لي الاحتراف. فين الاحتراف؟ الاحتراف غير مطبق لانك انت ما عملتليش الكلام اللي انا بقوله ده. حاجه تانية لو يعني عشان اكمل، انا بس عايز يعني اقول حاجه كده بس عشان الكابتن يكمل يعني ويسر الكلام عشان ما انساش. بس هو كابتن قال حاجات مهمه جدا ووقف عند حاجه اهم من في الموضوع يا اسلام. يا بلال، حته الخبرات. هذا لما يبقى في عندي ازمه حقيقه في الكوره في مصر، انت بتدور على مين؟ بتدور على الناس اللي عندها تجارب. صح. بتدور على الناس اللي عندها خبرات، بتدور على الناس اللي عاصرت المواقف دي يا كابتن عشان تقدر تحل الازمات اللي انت فيها. فبالتالي هي طريقه الاختيار في الاول وفي الاخر. انا بختار مين؟ مفترض لما يكون عندي مشكله حقيقيه بختار الناس يا كابتن اللي تقدر تدير المنظومه صح. المفروض ان الناس اللي عندها الخبرات اللي تقدر تؤهلك انك تعمل منظومه جيده ما فيهاش اي مشاكل خالص. انما النهارده يا اسلام يعني كل الناس اصحابنا واخواتنا وافاضل لا ملهاش علاقه، ملهاش علاقه بالموضوع. لكن انا النهارده لما جيت ادور اجيب، لا وعلى فكره يا بلال وانت بتتكلم انت في بعض الاوقات بتسقف لهم. بالظبط. عملتوا حاجه مفيش مشاكل. بالظبط. يعني احنا بص بنتكلم في حاجه مهمه بس يا كابتن، الا وهي انا النهارده لما جيت اجيب يا اسلام دورت على الناس اللي اشتغلت معايا في بطوله افريقيا، تمام، في تنظيم بطوله افريقيا. وطبعا معروف بطوله افريقيا نظمت بقى شكل وحاجه جميله. لكن انت النهارده بتتكلم في دوري كبير، دوري محترم بارقام كبيره جدا، تمام، وبتتكلم في فترات مؤقته لاداره الدوري، وعندك مشكله منتخب، عندك مشكله انديه، عندك ازمات مع الانديه، عندك مشاكل امنيه في البلد. فالنهارده عشان تشتغل الحته دي بشكل كويس لابد ان انا اجيب الناس اللي درست القصه دي واللي اشتغلت في الحته دي واللي خاضت التجارب دي عشان تقدر تنظم لي بطوله محترمه، عشان مش من اول موقف يحصل صدام ما بين الانديه وبعضها. النادي الاهلي السنه اللي فاتت كان عنده مشاكل مع لجنه مسابقات بقالها 10 سنين. مظبوط. حصل مظبوط كتير جدا. الاتحاد اللي عنده خبرات كتيره جدا كان عندنا مشاكل معاه كتيره جدا في اداره المباريات وتاجيلها ونظام البطوله وما الى ذلك. حصل. لا طيب. والنادي الاهلي لما اصدر بيان السنه اللي فاتت يعني اخر السنه اللي اخر السنه فاتت يعني اخر الموسم الرياضي يعني الموسم ماشي معاك يعني السنه اللي فاتت يعني كدوري يعني كدوري كان عنده مشكله كبيره. فبالتالي يا كابتن لما الاتحاد يمشي وتفكر انت كناس تجيب حد يدير المنظومه، لازم تبص الاول الناس اللي بتدير خبراتها تجاربها علاقاتها مدى البعد الفكري اللي عندها. هل الناس دي اشتغلت في المجال ده ولا ما اشتغلتش؟ انا اسلام بدير لفتره مؤقته، تمام، عايز في الفتره المؤقته دي تصلح ما افسده الاخرون. فبالتالي الانتقاء هو رقم واحد يا كابتن. انا مع احترامي كل الموجودين كلهم اصحابنا وحبايبنا وبنحبهم وما الى ذلك، ولكن انت بتحط عليهم عبء قد يجوز العبء ده يعني اكبر بكتير جدا. بالظبط. من مقدرتك. انا نظمت بطوله افريقيا حاجه لمده اسبوعين شهر. لا وبعدين كان معاك حاجه وسقفنا لك والدوله اشتغلت وكل الناس اشتغلت كل حاجه. لكن انت بتتكلم في حاجه بقى فيها صراعات كتيره جدا، فيها صراعات ما بين الجمهور وبعض، فيها صراعات ما بين الانديه، مش صراعات يعني غير محترمه، انا بتكلم صراعات داخليه الطبيعي اللي بيحصل في كل الانديه في العالم. فيها مشاكل توقفات كتيره جدا، وفيها لعيبه ناس بتعمل فتنة. طبعا في فرق بتلعب في افريقيا وعندها مؤجلات كتير، في لعيبه بتطرد، في فار مش موجود، في مشاكل تحكيميه كتيره جدا. فبالتالي انت بتسند امر ثقيل جدا يا كابتن على ناس انت بتختارهم عشان انت بتحبهم، عشان انت شايفهم ان هم ممكن بعد كده يكونوا مؤهلين، ممكن في فتره من الفترات. بس طعمهم بقى ادي يعني طعم بشويه يعني النهارده اسلام يعني كل الناس اللي موجوده ما مدى التجربه الحقيقيه بتاعتهم في قيادات الاتحادات او اللوائح او خلي بالك لا مطلوب ان هو يكون دائما الدافع بالشباب ده مطلوب جدا مطلوب لكن انت مثلا في حاجه زي لجنه المسابقات دي
انا وجهه نظري انت كنت تجيب حد عايز حسام الزناتي على فكره من الناس احنا مش بنعيب في حد خالص على فكره ناس كويسه لكن هو في الاخر يا جماعه ما هي هو دي المقدره ان هو التجربه بالظبط مش المقدره الكمبيوتر اداله كده الكمبيوتر بس هو كان ممكن تجيب حد معاه وهو يبقى النائب بتاعه يتعلم منه صح يعني مزبوط. انا مش عايز اقول الكابتن يعني ما هو ده اللي انا لكن انا بتكلم فيه عشان الراجل عنده خبرات وعنده امكانيات كبيره وعنده افكار ما تجيبش حد هاته وعلى فكره واحد زي الكابتن فتحي ده مثلا بيعمل ايه بيعلم اجيال اساسا يعني هي حياته تعليم صحيح. الاجيال فبالتالي ما اجيب واجيب جنبه حسام حد جنبه يتعلم ويتعلم ويبقى بعد كده السنه الجايه ولا اللي بعدها هو اللي ماسك هو ده الطبيعي المفترض انه يحصل ان اللجنه كلها بتكلم بس اسلام معلش اللجنه كلها اديني حد من ذوي الخبره وذوي التجارب اشتغل في الحته دي انا هتكلم يعني على يعني انا اسف لا يوجد احد حط اثنين ثلاثه حط اثنين كبار عندهم خبرات وحط ثلاثه تحتيهم زي ما انت بتقول صح تمام ممكن يكونوا كواليفايد مؤهلين ان هم يتعلموا كابتن ويعملوا الحته دي انما اجيب لجنه بالكامل كل امكانياتها ان اشتغلت في بطوله مدتها شهر حتى وان كانت البطوله بطوله لا الدوله كلها كانت شغال عليها تمام مظبوط انت كلامك صح يعني بتكلم حتى في الفتره الزمنيه وما فيهاش مشاكل يعني الامور سهله الناس كلها مبسوطه سهله وبسيطه يعني بالظبط احنا مبسوطين وسعداء جدا مع ان البطوله جماهيريا من وجهه نظري الشخصيه هي فشلت لان انت لما منتخب مصر بس يحضر له كل الجمهور والباقي ما فيش يعني جماهيريا يعني فيها كومنت فيها تعليق يعني ولكن هي دي الفكره اللي بتكلم فيها حط الخبره وخلي الناس تتعلم منه هو ده اللي انا اقصده كده هركز على نقطتين برضو من حضراتكم برضو حته الانتقاء الاول لما بتيجي تنقي تتكون فرقه كوره الانتقاء الاول انت بتنقي لعيبتك اللي بيصلحوا ان انت يحققوا لك الهدف بتاعك وانت بتنقي بقى وانت بتنقي اللجنه الخماسيه الانتقاء كان لازم زي ما بيقول الكابتن احمد كان لازم يكون في حته الخبره هنحط نقطه ثانيه برضو حته الكفاءات اللي هي دي مشكلتنا في مصر في كل المجالات سواء الرياضية أو الشركات كل واحد بيجي بيحط أصحاب المنفعة مش أصحاب الكفاءة وبالتالي أغلب مشاريعنا كانت غير موفقة لأن أنت بتحط أصحاب المنافع والمصالح الشخصية اللي بتخصك اللي أنت هتستنفع بيها بتحط الناس اللي ينفعوك اول ما بتدخل المصالح الشخصيه في عمل اكيد بيفشل لو تحط اصحاب الكفاءه الموضوع بيبقى عادي جدا هنقصها في كل المجالات لما تحط معلش انا هدخل في سكه ثانيه برضه عشان اوضح حته الكفاءات لما بتيجي تحط مثلا جهاز تدريبي في اي نادي من اصحاب الخبرات اكيد بيقدموا لك نتائج ممتازه انت بتسعى ليها لما بتحط بقى اصحاب المصالح الشخصيه والمنافع الشخصيه اكيد بيبوظوا لك الدنيا بيبوظوا لك القطاع اللي انت بتشتغل فيه وبالتالي المنظومه عمرها ما هتنجح طول ما احنا بنحط بننتقي غلط وبنحط بنشيل اصحاب الكفاءه من اي مجال احنا بنشتغل فيه وبالتالي انا مع الكابتن احمد ومع حضرتك لازم الخبرات تبقى موجوده الشباب اهلا وسهلا بيهم عينينا ليهم واحنا بنقف وراهم في اي مجال اصحاب الخبره بتقف ورا الشباب عشان تزقهم ويعتلوا المناصب انما لازم يبقى يستفيدوا من اصحاب الخبره وهم موجودين معاهم كابتن يبقى كده هنفيد ولا استفيد بيدوروا على كبير ده بالبلدي كده لو احنا في البلد كده. واحنا قاعدين كده في الفلاحين بقول لك اللي مالوش كبير بيدور على كبير هكلم نقطه معلش يا كابتن اسلام اتفضل يا كابتن فيها حاجة تانية وانت تكملة للكلام اللي انت قلته اللوائح ان لغاية دلوقتي ما تبعتش لوائح وما تبعتش كده في حاجة اسمها يمكن تسمعوها كتيب الالوان ايه هو كتيب الالوان في تاريخ مع احترامي الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الان لم يقدم لنا في خلال السنوات السابقة المجالس السابقة او حتى المجلس الحالي كتيب الالوان ايه هو كتاب الالوان ده انا ليه هتقول بنلونها يعني لا هتقول بتقولها ليه بالظبط لان دي بتحميني من مشاكل ايه هي المشاكل لما بلعب ماتش المنتخب مصر وبوتسوانا والماتش يتاخر 5 دقايق 7 دقايق ليه عشان الشرطات الشرط الاسود والابيض وبوتسوانا عايزه تلبس كله ابيض فاحنا لازم نغير الشرط نلبس اسود اما نيجي نلعب السعوديه منتخب اولمبي ابص الاقي المنتخب السعوديه لابسه كله ابيض واحنا لابسين الاحمر ابيض اسود لا لازم اغير الشورت بتاعي
قعدنا قد ايه؟ 10 دقايق كمان في التغيير ده، دي منتخبات مش انديه. السنه اللي فاتت لو تتذكروا احنا مع النادي الاهلي مع بتروجيت كان في تقريبا في ديسمبر 2018، حصل ايه؟ الماتش اتاخر تلت ساعه يا كابتن اسلام، تلت ساعه عشان الفانيلات انها مش مظبوطه. طب تقول لي عشان كده بقول لك كتيب الالوان الاتحاد يبعت، ما هو لما اول ما قالوا لي ان احنا هنمشي على النظام العلمي والنظام اللي هو مظبوط قلت فرحت واتفقنا وقلنا هنا كل الكلام ده يبقى كل حاجه تتطبق. هيبعت لكل الانديه ال 18 ابعت لي اللون الاساسي واللون البديل، اللون الاساسي بتاعك ايه واللون البديل، ولون حارس المرمى الاساسي ولون البديل. يجوا الاتحاد كل الداتا دي معلومات دي تتكتب ويتكتب الماتش بقى، الجدول بيتعمل الماتش ده الساعه كذا، مين صاحب الملعب مثلا النادي الاهلي هيلبس ايه الاساسي احمر ابيض احمر، خلاص يبقى ده لبسه. حارس المرمى بتاعه هيلبس ايه؟ هيلبس كذا كذا كذا. جايب الفرقه اللي قدامه عندها لونين، هختار الالوان اللي هي لا تتصادم مع لبس النادي الاهلي، يبقى قلت لفرقه الخصم. طب وبعدين هقول للحكام تلبس ايه؟ يعني انت يا حكم لما تيجي بجد يا كابتن بتهزر؟ لا ده اسمه كتيب الالوان. بتتكلم بجد يعني؟ اه طبعا. اذا كنت هل الكتيب ده اتوزع على الانديه؟ كتيب الالوان؟ اه يا كابتن ده اللائحه اللي احنا شغالين طيب عليها. ما هي دي اصل انت يا كابتن عارف يعني مثلا زي ايه؟ مثلا بقول لحضرتك ايه؟ ان كوبايه الميه دي بتاعتك وبتاعت بلال. دي اصل موجوده من السنه 2012 2013 وشغالين عليها. لكن انا هاخد شويه الميه اللي عند بلال واحطهم في الميه بتاعتك ونعمل خلطبيطه كده وتبقى ايه؟ ميه حلوه. هو الدنيا ماشيه والله بجد يا كابتن. اللجنه الخماسيه حاجات غريبه جدا. انا كنت متوسم خير أيوة جدا جدا لما قلنا ان دي هتمشي علميا يبقى هو ده العلم. لسه ما كملتش. يبقى انا حددت اللون الفرقتين، حددت لوان حراس المرمى. هتقول لي بتعمل كده ما حصلت المشكله؟ حصلت مع منتخب مصر الكبير ومنتخب مصر الصغير، حصلت الاولمبي، حصلت معانا في بتروجيت الموسم السابق. طيب هتقول لي ايه تاني؟ هقول لك ان الوان اللعيبه البول بويز اللعيبه اللي بتلم الكور اكتب انهم هيلبسوا لون ايه عشان ما يلبسوش لون من لون الفرقتين. يعني ما يجيليش يبقى هم لابسين احمر والنادي الاهلي بيلبس احمر، او لابسين ابيض وفريق الزمالك لابس ابيض، يبقى لازم لابسين لون يختلف عن الوان الفرقتين. الكتيب ده يتعمل وكده ويتوزع على كل انديه ال 18 نادي ومعاهم مع لجنه الحكام، يبقى يوم المباراه معروف كل واحد لبسه ايه، هلبس الاحمر هلبس الاخضر هلبس الازرق، الحارس المرمى بتاعي هيلبس ايه. ده احتراف، انا بتكلم شغل احتراف، وفي لجنه تدير محترفه، واحنا عندنا اسمه دوري المحترفين، يبقى دوري المحترفين يطبق. هل الكلام ده بيتطبق؟ ما بيتطبقش. طب ما تقوليش بقى دوري المحترفين. يبقى اذا كل المشاكل اللي عندنا دي صناعه بايدينا. بس حلو كتيب الالوان دي يا كابتن، صناعه مصريه. والله يعني ما هو ده كلام منطقي جدا. خلي بالك كلام بسيط. يعني صح، لا يحتاج الا الى التطبيق. صح، بمعنى ان انا هجيب هعرف الالوان ايه يا جماعه السنه دي للنادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي. هعرف الالوان. انا هروح للجنه الحكام اقول لهم يا جماعه قولوا لي الالوان بتاعه الحكام ايه، تك تك هظبط. حتى البول بوي اللي هم الولاد اللي بيلموا الكور نفس الكلام. فبقول تك 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 ترتبت. شكرا، ده انا خلصت من موضوع كبير جدا. ده انت هتحدد لمن يريد التعلم، لمن يريد التعلم. ده انت هتحدد على فكره. كابتن فتحي مش عايز حاجه. كابتن فتحي عايز يودي لحضراتكم مش الكتالوج نمشي عليه مثلا خلال الدور الثاني. لا ماشي، هو كابتن اسلام مش كابتن فتحي، هو قناه الاهلي. قناه الاهلي اللي انا جزء منها. تمام، مش انا، قناه الاهلي لان هي جايبه الكوكب. كابتن فتحي ويمثل قناه الاهلي في هذا الموضوع. هو ولو محتاجين برضه يا جماعه على فكره كابتن فتحي مش هيبقى يعني احنا ما عندناش اعتراض ان كابتن فتحي ما يجيش الاستوديو اللي جاي ويقعد مع حضراتكم، ما عندناش مشكله. هو ما عندوش مشكله. في كمان ممكن تحدد الوان البدلاء بتاعك اللي قاعدين، مش ساعات بتبقى لابسين القمصان؟ تحدد لهم انت فرقتك النهارده هتلبس قمصان كذا،
يبقى يخالف هناك لجنه للانضباط يا عم حارس بتاع النادي الاهلي. انت هتجيب لي الفرقه دي كذا هتلبس وانت هتعمل كذا والمدربين اللي بره هيبقوا لابسين كذا عشان يبقوا مخالفين عن الفرق اللي قدامك. وهو الكلام ده هو ده الشغل الاحتراف، فده اللي احنا توقعناه. فاذا انت بتقول لي طب بتقول لي الكلام ده ليه؟ ما انا بقول لك ان دي هتعمل مشاكل اذا كانت مع المنتخبات عملت مشاكل يعني من فرقتين. من كام سنه كده كان في ماتش الاتحاد وامبي في الاسكندريه، اي حد بيتفرج على الماتش والله يا بلال يا كابتن ابراهيم الفرقتين الاتحاد لابس اخضر وامبي لابس بترولي في الماتش من بعض. تحس ان صح. ان الفرقتين يعني انا اسف على الشاشه على الشاشه تحس ان الاثنين ما هو انت برضو الالوان اللي انت بتلعب بيها معموله عشان الشاشه عشان الناس قدامك ده اساسي لازم تراعيها يعني لانك مش ابيض واسود انت دلوقتي الالوان ولعبوا شوط كامل يا كابتن والحكم كان لابس اسود فلعبوا شوط كامل شوط كامل احنا مش شايفين حاجه. انا كنت بقى في الماتش في احدى القنوات في الماتش ده وبحلل الماتش قلت لهم يا جماعه انا مش شايف حاجه مش عارف احلل. طبعا يعني الحاجات دي كلها الناس بتفتكرها بسيطه لكن الناس دي الحاجات دي بتعمل مشاكل. فاذا احنا وجدنا روشته الحل، حل اللي احنا الموضوع ماتش اهلي وزمالك جه طارئ، لو انتوا عاملين الجدول صح، لو انتوا محترفين صح وعندنا الوقت صح، كان الاسبوع كله اتنين خلاص ولا حد يتكلم وتبقى معروفه من الاول. بعدين في نقطه مهمه قوي، الناس اللي بيغيروا مواعيد الجداول والماتشات وكده، في نقطه تدريبيه مهمه جدا عشان ندخل في سكه ثانيه بقى عيد تدريب. المديرين الفنيين بيتلخبطوا لان في وحدات تدريبيه مقننه طول الاسبوع، يعني انا عندي ماتش في اليوم الفلاني انا بقنن الاسبوع بتاعي حمارن النهارده ايه، حمارن الصبح وبعد الظهر، حد قوه، حد صراع، حد تحمل، حد كذا، حد كذا. لما بتيجي تغيري لي السيستم ده وتغيري لي ماتش مكان ماتش في حته ثانيه، انا البرنامج بتاعي البرنامج أكيد. الفني بتاعي بيتلخبط. انت كمان بتلخبطني، انت بتطالب مني مستوى وان انا اقدم لك لعيبه للمنتخبات وانا اعمل لك كذا وان انا اطور الامكانيات بتاعه اللعيبه، عشان كده بنجيب مدربين اجانب يطوروا لعيبتنا. انت كده بتبوظ لي البرنامج اللي انا عامله كمان، انا يعني كده شغلي كمان هيبوظ، يعني الشغل الاداري هيبوظ الشغل الفني. فانت لازم تبقى الامور متفق عليها من بدري وما تغيريش كل مره تقول لي لا ده الماتش ده هننقله في الحته الفلانيه، لا الماتش ده هنجيبه هنا الماتش. طب يعني الحقيقه الاجازه انت راجل بيد، ما بقولش انك بتاخد ده رزق من عند ربنا، انت لا بتاخد. يعني ايه ما بتقولش يا كابتن؟ بياخدوا مرتب. ايوه انا اللجنه الخماسيه اللي بتدير الاتحاد كلهم بياخدوا مرتب، ده ربنا سبحانه وتعالى. بياخدوا مبلغ من الفيفا. ده رزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. اللي يتبرع بيه يتبرع، اللي يتبرع عايز يتبرع، بس انا بقول حقيقه ده محترف. اذا عاملني بالاحتراف زي ما الاتحاد الدولي بيعاملك باحتراف، انت عاملني طورني حسسني ان في حاجه جديده ما بتتعملش قبل كده. الكلام على فكره يا كابتن اسلام اللي احنا بنقوله ده ما كانش حتى بيتعمل قبل كده، لكن احنا ليه ما نعملش؟ وليه ما نعملش الاسابيع اللي هي جدول؟ طالما حطيت طوب خلاص اتلخبطت الدنيا، شلت بقى جبت لي دي مع دي وجبت الفرقه دي قبل دي وجبت الفرقه ده هنا، فانت لخبطت. فكل اللوائح اللي تفضلت انت فيها وقعدت تتكلم فيها من الاول، فين اللوائح؟ لان النادي الاهلي نادي بيبص اللوائح. هو كابتن انا عايز برضه حضرتك اسال حضرتك سؤال، ومعلش يا جماعه اعذروني برضه مع كابتن فتحي، ان انا عايز اسال سؤال في النقطه دي تحديدا، اللي هو ايه؟ لو في لائحه قديمه ولائحه، ومن المفترض ان يكون هناك لائحه جديده، انا خدت من اللائحه الجديده دي بندين ثلاثه وطبقتهم، هل اللائحه القديمه يبقى ليها لازمه؟ لا انت قلت لا، وفي نقطه ما بدون غير القديمه، انت قلت في اللائحه الجديده ان كل اللوائح اللي قبل كده تلغى.
دي مكتوبه مثال قلتها. يعني اللائحه دي هي اللائحه المعتمده اللي هتمشي عليها واللي هتمشي عليها والباقي كله هيلغى. هي بس فيها نقطه برضو دفاع، هل هم بعتوا للانديه وقالوا لهم ان احنا هنغير كذا؟ ما بعتوش للنادي الاهلي مبدئيا، بعتوا لا بعتوا للانديه قالوا لهم، مش هم قالوا هناخد رايكم في اللائحه الجديده عشان تقولوا لنا؟ هل ده تم؟ انا سالت معظم الانديه طبعا او اربع خمس ست انديه، كلمت ست انديه قالوا لي لا ما جالناش حاجه. إيه ولكن انا ماليش علاقه يعني مفيش لوائح يا اسلام اصلا؟ لا يعني اللائحه هم عملوها. ايوه اللائحه احنا حضرتك يوم 10/6/2019 الاتحاد المصري الجديد او القديم بعت واصدق وقال لك ايه، بيصدر بيان يؤكد انه بصدد اعداد مشروع. لا مش انا اللي بقول ده، هو ده بيان رسمي، ده القديم، ده القديم او جديد بقى هو. انت عندك اتحاد كوره ماليش علاقه بقى قديم ولا جديد. شوف بيقول لك ايه، يصدر بيان يؤكد انه بصدد اعداد مشروع لائحته المتكامله للمسابقات المحليه، يقوم مجلس اداره الاتحاد ومراجعتها بمخاطبه الانديه لعرض مشروع هذه اللائحه قبل اعتمادها الموسم ايه 19/20 اللي هو اللي احنا فيه. تمام. لم يتم ارسال مشروع اللائحه للنادي الاهلي. هفكركم بحاجه، احنا ماشيين على اللائحه القديمه قصدك؟ لا محدش ماشي على اللائحه القديمه. لا مش ماشي على القديمه، هو بعت ده اخر بقى حاجه يا بلاد حصل يعني. هو دلوقتي بعت كابتن بيقول انا بعمل لائحه جديده بس ما بعتهاش، بس ما بعتهاش. يبقى انت كده ماشي على القديم. لا لغايه ايوه صح، يبقى انت ماشي على القديم. لغايه لما حصل ايه بقى قبل الدوري بقى؟ معلش يا كابتن، حصل حاجه جديده لغايه لما حصل ايه بقى؟ يوم 1/10 سوري يوم 20/9 النادي الاهلي يستلم نظام وشروط مسابقات الدوري العام لموسم 2019/2020 فقط، متضمنه نظام وشروط مسابقه الكاس والسوبر ومنشور تعليمات القيد فقط. يعني لغايه اللحظه دي انت صح كلامك مظبوط، ولكن يوم 20/9 النادي الاهلي طالب يوم 10/6 ويوم 29/7 ويوم 14/9 ويوم 17/9 النادي الاهلي طالب بكل اللوائح. او انت هتعمل ايه في 2019؟ انت ممكن كان يبعت له يقول له ايه؟ ازاي؟ ممكن كان يبعت له في الموسم الجديد يقول له احنا شغالين على اللائحه القديمه. اللائحه القديمه خلاص. مظبوط. هو ده، لكن ما اتبعتش اساسا. اللي اتبعت للنادي الاهلي يوم 20/9 نظام وشروط ومسابقه الدوري العام لموسم 2019 اللي تم تفعيل لائحه منها اللي هو الجزء بتاع ال 50,000 للتاخير. في اللائحه القديمه اللي هي 2013 10,000 اظن او حاجه كده، كان 10,000 جنيه ان انت تتاخر. يعني ايه انت الماتش الساعه 5 انت نزلت 5:10 او 5:05 عليك غرامه 10,000، فعليك غرامه على اللائحه القديمه اللي هي 2013. اللائحه الجديده الغرامه كام؟ 50,000. النادي الاهلي تم تغريمه 50,000 جنيه، وبالتالي انت اذا دي اللائحه الجديده اللي مش هقول لائحه ولكن هقول ايه؟ ده النظام الجديد، النظام وشروط مسابقه الدوري اللي استلمها النادي الاهلي في 2019. اذا هي دي، اذا هي دي اللي هنمشي عليها. اللي اصل هو اللي قايلين لك ايه بقى، هم الناس على الفيسبوك اللي هم الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي قالت ايه بقى؟ انت خسر النادي الاهلي هيتخصم منه تسع نقط وهينزل درجه ثانيه. قصه كده غريبه يعني، عشان لو ماتش الجونه انا ما عدناش. اللائحة دي مبعوث فيها ايه؟ مبعوث فيها ايه؟ قول يا نجم. مبلغ 200,000 جنيه على النادي الذي ينسحب من المباراة واستكمل باقي المباريات، بالإضافة إلى تحمله كافة التعويضات عن الخسائر المادية التي تعرض لها النادي الآخر المدار من الانسحاب، سواء إعلانات نقل تلفزيوني إلى آخره، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها باللائحة. يعني مفيش تسع نوع، مفيش اللي هي أنهي لائحة؟ ما هو مفيش لائحة. أنت بتتكلم على لائحة برضه تاني. لكن هي دي النقطة اللي بعتنها. على فكره هي دي هم عملوا مزيج، عملوا لائحه جديده وماشيين برضه باللائحه القديمه. ما ينفعش. ما ينفعش. ايوه ده الواضح دلوقتي اسلام قدامك. اللائحه القديمه دي ما هو انا برضه بتطلع وقت ما اللائحه القديمه. الله ينور عليك. اللائحه القديمه دي في انديه اللائحه القديمه بتقول ايه يا بلال؟ بتقول ان هناك خلينا حاطين للناس برضه عشان اللي ما شافناش اول الحلقه يتفرج. اللائحه القديمه في 2013 بتقول ايه يا بلال؟ بتقول ايه يا كابتن فتحي؟ بتقول ايه؟ بتقول ان النادي اللي عليه حقوق وعليه ديون للاتحاد يبقى الاتحاد المصري لكرة القدم يحق له، ها؟ الاتحاد المصري لكرة القدم يحق له ايقاف نشاط النادي في الموسم التالي ويجوز استبعاده من سجلات الاتحاد. في اندية، احنا اكتشفنا الكلام ده مؤخرا، ان في انديه ما دفعتش الفلوس اللي كانت مديونه بيها خلال الفتره اللي فاتت، ولكن لم يتم تطبيق اللائحه اللي هي بتاعت 2013 عليهم. انت ليه ما طبقتش اللائحه بتاعت 2013 على الانديه دي؟ انا ما اعرفش هي الانديه ايه اسمها ايه، لكن انت ما طبقتش الانديه دي على اللائحه دي. في اللائحه دي انت ليه جاي دلوقتي بتقول ان انا هطبق على النادي الاهلي؟ ليه ما بتطبقهاش على الانديه الاخرى؟
هو ده السؤال اللي جمهور الاهلي بيساله؟ هو ده السؤال اللي احنا وبعدين هل في حاجه اسمها ان انا اطبق البند بتاع ال 50,000 ده من اللائحه دي واشتغل على لائحه جديده وبعدين ارجع للائحه القديمه اشتغل على البتاع على ال دي تلغي دي تلغي دي على طول صح ولا انا بقى دي تلغي لا خلاص طالما عملت الجوابات عملت الجوابات برضو يا سمير معلش يا اسلام طالما عملت نظام واحده واحده كده ورا بعض بيلغي ده بقى يجب ما قبله يعني بيلغي الحديث يجب القديم هو في فرق احنا فاهمين انا عملت نظام يا كابتن ايوه كده خلاص النظام ده يعني يجب القديم خلاص يبقى القديم ملوش خلاص حاجه الا لو انت قلت ذكرت انك ما زلت بتشتغل على على حاجه محدده في النظام ده هتتقال بعد اذنكم هي ممكن تتقال تعديل في بعض المواد ما حصلش ايوه بس انا عايز اسال سؤال هو ما قالش تعديل معلش يا جماعه واحنا قاعدين بنتفرج برضو دي الجوابات والخطابات الرسميه والمراسلات الرسميه المتبادله ما بين النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في التوقيتات اللي انا قلت لحضراتكم عليها من يوم 10/6/2019 وبيان الاتحاد المصري لكرة القدم في ذلك الوقت ايوه امام حضراتكم ثم 29/7 النادي الاهلي بيطلب رسميا جميع اللوائح المنظمه لموسم 19/20 و14/9 الاتحاد المصري بيرسل الجدول من الاسبوع الاول ال 17 من غير مواعيد ولا ملاعب 17/9 النادي الاهلي بيرسل مجددا طلب اللوائح قبل انطلاق مسابقه الدوري وبعدين 20/9 النادي الاهلي بيستلم نظام اللي احنا بنتكلم عليه نظام وشروط مسابقه الدوري و11 النادي الاهلي يرسل مجددا احنا عايزين اللوائح اللي هنمشي عليها يا جماعه فالخطابات اللي امام حضراتكم دي المراسلات الرسميه مش كلامي ولا كلام في الهوا ولا كلام بجعجع بيه على الناس ولا كلام بقول فيه حاجات كده ولا كده لا هو ده الكلام الرسمي او المراسلات الرسميه ما بين الاتحاد المصري لكرة القدم وما بين النادي الاهلي. طب بالنسبه اللوائح دي حصلت لي انا حاجه شخصيه من لما كنت ماسك قطاع الناشئين كان الكابتن صالح هو رئيس النادي وكنا بنلعب جمهوريه وانا كنت ماسك قطاع الناشئين كنا اتاخروا قوي في اقامه المباريات وبعدين راحوا عاملين جديده وما دعوناش فيها كنادي اهلي وعملوا الدور الثاني دور واحد مش على دورين وعملوا ان احنا هنلعب الزمالك في الزمالك كنا بنلعب جمهوريه 17 و19 كان الكابتن احمد عباي ماسك فرقه كابتن عبد الرحيم حسن ماسك فرقه فقلت رحت للكابتن صالح كان ماسك رئيس النادي قلت له يا كابتن في عندنا مشكله دلوقتي مجلس الاداره هو اللي يتدخل فيه حكيت له الموضوع كذا كذا وان كان الدور الاولاني كان على دورين والدور الثاني كان المفروض على دورين وقال لي وعملوا لك ايه قلت لهم قالوا لنا من غير ما يبعتوا لنا حاجه خالص ان ده دور واحد وعلى ملعب الخصم قال لي معاك اللائحه القديمه قلت له معايا اللائحه دي لما جم الله يرحمه قال لي هاتها لي دلوقتي جبنا اللائحه القديمه اللي هو مدهاني من اول السنه اتحاد الكوره قرا اللائحه قال لي انت عندك حق انسحب من كل الماتشات قلت له يا كابتن انسحب من كل الماتشات قال لي يا كابتن انا بقول لك انا مجلس الاداره بقول لك انسحب من كل الماتشات مش معاك اللائحه قلت له معايا اللائحه انسحب انسحبنا اسبوع واحد كل نوادي مصر زمالك ومقاولين وطلع الجيش كله انسحب والبطوله باظت بمناسبه اللوائح اللي حضراتكم بتتكلموا عليها ولان النادي الاهلي نادي مؤسسي وبالتالي عندما يتخذ قرارا زي ما قلت لحضراتكم في البدايه الناس اللي شايفه ان النادي الاهلي يعني رجع لعب بعد كاس الامم الافريقيه انا قلت لحضراتكم السببين المهمين اعتبار وطني واعتبار قانوني وانتفاء السبب اساسا هو اتحاد الكره اللي تقدم باستقالته من قبلها الواجب الوطني على النادي الاهلي ان الشعب المصري بالكامل محبط تقريبا ان الشعب المصري ثلاث ارباعه او اكثر شويه هم جمهور النادي الاهلي وبالتالي النادي الاهلي عايز يفرح جمهوره ثقه في لاعبيه في ذلك الوقت استكمل بطوله الدوري هنكمل كلامنا عن كل هذه الامور ولكن خلينا نطلع فاصل نريح حضراتكم شويه النهارده انا عارف ان الحلقه تقيله كلها ولكن كلها والله يا جماعه دي كلها كل المراسلات دي اللي حضراتكم شايفينها دي انا حبيت بس ان انا اوريها لحضراتكم عشان تعرفوا ان اللي بيحصل حوالينا ايه وكيف يتم اداره كره القدم من قبل اللجنه الخماسيه كلهم اصدقائنا بالمناسبه من اول الاستاذ عمرو الجناين لغايه اصغر حد فيهم ولكن هم فين في هذه الازمه اذا ما كنتش عارف تحل ازمه استقيل ده وجهه نظري على فكره بعيد عن وجهه نظر اي حد خالص لكن انا اذا ما كنتش قادر تحل ازمه مهمه وتهم ثلاث ارباع الشعب المصري انت حر بقى من رايي ان انت تستقيل احسن لان في الازمات زي ما الكابتن فتحي والكابتن بلال والكابتن ابراهيم اتكلموا في هذا الموضوع الازمات جايه كتير خلينا نطلع فاصل
وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل كلامنا معاه. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. برضه يا كابتن نقطه الجدول النهارده احنا معلش بعيدا عن الفنيات لان ما عندناش فنيات نقدر نتكلم فيها دلوقتي، ولكن حضرتك برضه كان في جزئيه فيما يخص المقصه والاهلي وامبي الثلاث انديه دول هم الثلاث انديه اللي هيلعبوا امبي هيلعب المفروض يوم الاثنين المفروض فهيبقى في الحر لكن بعد كده هيبقى في الشتاء. ايه الحل؟ الأندية التانية هنا مش هيبقى في تكافؤ للفرص، مفيش عدالة. طب بس يبقى لازم يبقى في حل. مين 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 اللي منظم هذه المسابقة؟ الاتحاد المصري لكرة القدم. أيوة. ما هو لو في رابطة الأندية المحترفين كانت تتولى دي. ميزان الجدول لو عملوه كان هيكتشف لي ده، يعني زي ما دي الإشاعة أو الإكس راي اللي بتعملها على ركبة اللاعب أو العضلة تقول لك فين المرض بالظبط. لو انت عملت ميزان هيطلع لك الثلاث فرق دولت ايا كان فيه هم اهلي او اي فرق تانية ان الفرق دي هتلعب الساعه 3 في جو درجه حراره 45، بقيه الفرق هتلعب في شهر 11 12 في اسوان 10 10 100 100 تلعب في الجو الساعه 3 4 الجو كويس هناك الشمس. لا طيب حلها ايه الثلاثه دولت لو هم كانوا يكتشفوها من الاول؟ لانك هتحافظ على اللعيبه، قال لها انها تتلعب بالليل. صحيح. والشركة الراعية المسؤولة عن رعاية كرة القدم المصرية أو الاتحاد المصري المنظم للمسابقة أو وزارة الشباب، هو أو وزارة الشباب يدفع، مش النادي الأسوان هو اللي يدفع للكهرباء فلوس الكهرباء تكلفة التكلفة ده ثلاث ماتشات مش ثلاث مباريات مش قادرين يعني يدفعوها في سبيل تطبيق. يعني إيه ايه التطبيق؟ انك ازاي احافظ على لعيبتي؟ لا ومبدا تكافؤ الفرص كمان، تكافؤ الفرص واحافظ على اللعيبه ان كل الناس بتلعب بالليل. يا كابتن في حد بالنهار يا كابتن حد بالظبط كده حضرتك كابتن النهارده انا كنادي لا بس هيقول لك برشلونه وريالنك هيلعبوا الساعه 1 الظهر درجه الحراره هناك ايه ودرجه الحراره هنا ايه؟ انا استم كنادي ما عنديش امكانيات ان انا يبقى عندي اضواء اشتاق العب عليها وانا بلعب في الدوري الممتاز. نادي اسوان يعني؟ ايا كان النادي مين. بص اسوان مين وكلهم يعني الانديه كلها محترمه لا ما عندوش، لكن انا بتكلم يا اسلام دلوقتي في لائحه ونظام. انا زي ما انت بتجبر الانديه يعني اسوان ما عندوش ما بيجيش طيران برضه بلال على فكره يا جماعه انتوا بتتكلموا على المدينه الفاضله والله بجد انت ما كانش ما انت ما عندكش لائحه ما هو ده ان انت هو ده اللي عايزين نوصل له ان انت ازاي تنقل التليفون ده من هنا لهنا هو ده ان انا يا كابتن لازم لائحه تنص مثلا ان انت النهارده ما فيش نادي يلعب من غير اضواء كشف ما ينفعش يا كابتن خلاص يعني زي ما حضرتك بتقول انا النهارده اروح العب الساعه 5 في درجه حراره 45 وانت بعديها باسبوعين تلعب في درجه ولا بعدها بشهر تروح تلعب في درجه حراره 23 طب ايه فين مبدا تكافؤ الفرص؟ فاهم قصدي؟ كل اما تنقل الماتشات اللي في الحر كلها بتاعت اسوان تجيبها الناحيه دي فاهم قصدي؟ تجيبها في او مثلا تقول ان اسوان الدور الاول كله هيلعبه بره يلعب بره هتبقى يعني تكافؤ فرص انا فاهم مفيش تكافؤ فرص لكن انا بكلمك في العموم انت بتحط لائحه وقانون الناس بتمشي عليه. يعني ما النهارده انا اسف ما اسوان بيجي بالطيران يلعب في بيلعب المقاولين وبيلعب الاهلي وبيلعب الزمالك ما بيجيش بالقطر يعني بيجي بالطيران 17 يعني في امكانيه وفي سبونسر بيصرف وكمان الكابتن قال حاجه مهمه جدا الاتحاد لو لا ما عندوش الامكانيه اسوان ان هو يدفع ما عندوش ما بقول لك لو ما عندوش الامكانيات ايوه لو ما عندوش يبقى الاتحاد يتولى في شركه بترعى الاتحاد تتولى هي القصه دي ثلاث ماتشات ثلاث مباريات مش لا تتولى الموضوع ده كله كابتن بصفه عامه يعني يا بلال هو فلوس الاتحاد دي هتخش في جيوب الناس؟ انا بس عن سؤال بس فلوس اللي بتدخل الاتحاد دي مش لتطوير اللعبه والمنظومه يا كابتن؟ ايوه ولا عشان تخش في جيوب الناس؟ لتطوير اللعبه والمنظومه ده المفروض ده الطبيعي. وانت كمان عشان تستمتع باللعيبه في جو درجه حراره كويسه مشكله عارف مشكله يا كابتن ايه؟ مشكله الاتحاد ان هو بيخاطب لعيبه ومدربين في ملايين سبورت وناس بتشجع وناس المفترض انت بتخاطب كل بتخاطب اللي قاعدين في ورا الشاشه بتخاطب الناس اللي في الشارع مش بس انت بتخاطب الانديه بلاعيبتها ومجلس ادارتها بس يا اسلام صح انت لازم تراعي الناس الثانيه لازم تراعي الناس اللي ورا للجمهور اللي بيشجع الفرق هتقول التلفزيون طب والناس حضرتك هديك نموذج حضرتك هديك نموذج
ريال مدريد وبرشلونه كان بيعملوا لسه واحد الدور ليه؟ عشان الصين يتفرجوا على الماتشات. صح، الصين اللي هي فخر فخر بلاد المسلمين. فانت كاتحاد بتراعي ان في دول تانية مهتمه جدا دي. احنا لسه ما وصلناش للمباراه دي اساسا. لا يعني احنا بعيد قوي، بتتكلم في تطوير. احنا بعيد قوي يا بلال، ده لائحه المسابقه يا كابتن. مش بتتكلم في تطوير يا اسلام. أيوة بلال. انا اتحاد كوره، فرقه زي البرشلونه وريال مدريد اخلي ماتشهم واحده الدور عشان خاطر الصين يتفرجوا؟ هو ده الناس اللي بتفكر في ما وراء المباراه، مش بس اتنين فرقتين هيلعبوا وثلاث نقط ومين. لا طبعا، انت لازم يكون عندك نظر، بعد نظر ابعد من كده بكتير جدا يا كابتن. ما ينفعش وانا بخاطب بالنادي الاهلي لا هتلعب، لا مش هلعب. في لائحه عندي بتنص بتقول ان انا ممكن ما العبش، او في لائحه بتقول ان انا ملتزم نلعب المباراه الفلانيه. هي فين؟ بس ما هي دي. هي فين؟ هي يا جماعه حد يقول لنا اللائحه فين؟ هنرجع تاني. احنا مش عارفين. اصل هنرجع كل شويه للنقطه ان انت حتى اللائحه الاساسيه اللي انت بتتكلم عنها بتعمل تسريبات. انت بتعمل تسريبات عشان اولا الجمهور الاهلي ما بيخافش مبدئيا، يعني جمهور الاهلي طبعًا ما بيخافش. طبعًا. عارف ان احنا مجلس الاداره له دور مهم جدا في الحفاظ على حق النادي الاهلي في كل شيء، وبالتالي احنا ما بنخافش. اعمل تسريبات زي ما انت عايز، عندك 9 نقط و10 نقط، ولكن هنطلع نرد على كل ما يحدث، مش بكلام، ولكن بواحده واحده كده وبالاوراق. هو التسريبات بتقول يا اسلام ان هم هيخصموا 9 نقط من الاهلي. 9 نقط من 9 نقط مظبوط ولا في دوايا؟ 9 نقط ولا 6 نقط حاجه كده يعني. عارف انت المسرحيه بتاعتك ما تقدرش. عارف انت المسرحيه دي. لا وبعدين ما تقدرش عشان حاجه، ما تقدرش لا قانونا ولا لائحيا وقانونيا. مش بتكلم بس هو النادي الاهلي يعني. لكن يلا مين كله مين اللي حط ترتيب الجدول ده؟ مش النادي الاهلي. لا قرعه 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 لجنه مسابقات، قرعه من خلال لجنه مسابقات، من خلال الكمبيوتر اللي هو ما عندوش الفيلينج ولا الاحساس باللعيبه يعني عشان تحصل المشاكل دي كلها. فعمل الكلام ده، فالنادي الاهلي ملتزم بالقرعه اللي هو اتعملت فيها. لان يا جماعه تغيير مباراه لان بقى مش كوره، مش بتاع كوره وما يهموش يشيل ده يحط ده. لا، انا لما اشيل ماتش من هنا احطه هنا انا بغير الخصم، دي نكتة. حاجه انا بغير ال 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 انا بغير الخصم يعني انت عارف انت بتقدم ماتش الزمالك والمقاولين بتقول ايه؟ مباراه الاسبوع الخامس قبل انتهاء الاسبوع الرابع. فعلا أي. اه صح، ما هو الزمالك والمقاولين دي ماتش الاسبوع الخامس. خامس احنا جبناه كلجنه او كلجنه مسابقات، جبناه من الاسبوع الخامس لعبناهم الاسبوع الرابع. ما هو ظلم 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 مثل للمقاولين. ليه؟ كان عنده لعيب مصاب، لعيب عنده انذارات، لعيب عنده مش في حالته. فاذا انا التاكتكس بتاع المدرب بيشتغل عليه. انا بلاعب الزمالك محضر نفسي، غير بلاعب الزمالك غير ما بلاعب انا اسف فرقه ثانيه. تفرق كتير في الاستعدادات وطريقه اللعب، طريقه اللعب نفسها. يعني انا بلعب الزمالك انا اسف عماد مثلا 4-2-3 هيلعب 4-4 مثلا 1-1 ممكن. لو بيلعب الزمالك فرقه ثانيه هيلعب بشكل مختلف وبطريقه مختلفه ويدرب اللعيبه. عماد النحاس امبارح طبعا قال كده، قال لك يا جماعه انا جاي انا رايح العب كذا الاقي نفسي بلعب كذا. فيعني ما هو ده اللي انا قلته على الوحدات التدريبيه. دول بقى الكوره انا رايح العب كذا، يبقى انا بشتغل الاسبوع على الفرقه اللي انا هلعبها. لو التدريبيه بنظمها على حسب صاحب قرار النقل او وضع المباراه كان حاطط نفسه او مر بهذه التجارب هيقول لك يا جماعه لا غلط، غلط ان انا اجيب مدرب يلعب فرقه يلاقي فرقه ثانيه. ده غلط، غلط لكرة القدم. فلو هم لو هم حسوا بيها، لكن اللي خد القرار ما خدش قرار وهو بيفكر، يعني ما فكرش فيها، هو فكر فيها كورق، يعني الأحمر بدل الأخضر والأزرق بدل الأخضر على جماد على ورق، لكن ما حسش بيها كفرق. لكن لما تشعر بيها كفرق هتلاقي نفسك انت برضو غلطان. طب والفرقة التانية دي اللي هي حجزت قطارات وحجزت طيارات وحجزت اوتيلات وحجزت الكلام ده كله واتكفلت بيه مثلا فريق اسوان، موقفها ايه؟ وتقعد تتعطل. طب يعني ايه موقفهم؟ ما انت لخبطت الدنيا كلها. الحل الوحيد لو كان هذا الجدول اسبوع كله من الاول معمول، لو من الاول زي ما بنقول الطريق، احنا من اول يوم قلنا هنا يا كابتن اسلام قلنا الجدول فيه اخطاء، وقلنا في الاول حته النادي الاهلي بس. لكن انا ما يعني ايه ما حبيناش نقول الكلام ده كله، احتمال هم كانوا عاملينه فطلع ان مش عاملين حاجه خالص. واحنا هنا فاكرين او الناس فاكره يعني ان احنا عاملين حاجه جامده. واحنا الكلام اللي اتقال ان احنا دلوقتي حاجاتنا النموذجيه والنظام مظبوط وكل الامور تمام و و وكده. فكل الحاجات دي احنا سالت، انا سالت عليها، بسال برضو في النادي عندنا بنسال الدنيا عايز اشوف بتاع الالوان، قالوا الوان ايه؟ قعد يضحكوا عليا
ايوه ولا بقول لهم كتاب الالوان الاتحاد بعت، قالوا كتاب الالوان ايه ده؟ في الالوان بتاع المدارس الفلوماستر عارف بتاعت زمان دي اللي هي الخشب، الخشب غير الفلوماستر معلش. فقالوا يا كابتن مفيش حاجات زي كده. قلت لهم ازاي مفيش؟ ده احنا دوري محترفين يا كابتن. بقول لك دوري محترفين، اللائحه يعني انت اللائحه بيحاول يعني ايه خلي ده لسه في مفاجآت، خلي بال حضراتكم احنا قلنا يعني انا لسه في مفاجآت قادمه، ولكن كله في وقته. انا قلت اللي بما يتناسب مع الوضع الحالي، لكن انا عندي قد الورق ده مرتين يعني حاجات قصص بجد يا جماعه. مش عايز اقول لحضراتكم ان احنا عند يعني انا ماليش دعوه باي حد، انا هنا بتكلم بقناه النادي الاهلي وملعب الاهلي. انا الحاجات اللي انا بجيبها انا شخصيا مسؤول عن كل حاجه انا بقولها وبتكلمها في هذا الموضوع، لانه مراسلات. يعني انا بعت للكابتن فتحي بقول له ازيك يا كابتن فتحي، كابتن فتحي بيرد عليا بيقول لي الحمد لله. يا كابتن فتحي كتاب كتاب الالوان فين؟ هتقول لي الالوان ايه؟ مراسلات. فده موجود ولسه المفاجآت قادمه، يعني لسه عندنا شويه. معلش يا جماعه النهارده كان يوم تقيل شويه يا كابتن ابراهيم بلال، ولكن استمتعنا بيكم دائما كالعاده. انا بشكرك جدا يا كابتن فتحي على وجودك معانا. شكرا. ويعني معلومات حضرتك قلتها نتمنى ان يستفيد منها، وهي الحقيقه برضو الناس بتسمع يعني او بتحاول تسمع. يا رب ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا يا كابتن ابراهيم على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا جزيلا يا كابتن بلال على وجودك معانا. شكرا جزيلا. اتمنى يا رب كل التوفيق ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم اي حاجه هتطلع احنا دورنا هنا ان احنا بننور لحضراتكم ماذا يحدث، او من لا يشجع النادي الاهلي، الكلمه اللي انا بقولها دايما، من لا يشجع النادي الاهلي بيسربوا حاجات هنا وهنا 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 وهنا، احنا بنرد عليها مش كلام ومش اي حاجه، ولكن ورق ومراسلات دائما هيحدث خلال الفتره القادمه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، انتظرونا وحلقه جديده ان شاء الله من ملعب الاهلي يوم الاربعاء في تمام الساعه 11. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.